بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يسر قناة نجرة التنمية على اليوتيوب أن تستكمل مع حضراتكم سلسلة شرحات متميزة بناء على استبيان قمنا به في صفحتنا على الفيسبوك. معظم الأصدقاء طلبوا شرح برنامج كورس لاب. هذا البرنامج الذي يعد وبحق أحد أشهر البرامج المستخدمة في إنشاء بناء أو محتوى تعليمي أو تصميم دورات تعليمية إلكترونية. هذا البرنامج المميز تم تطويره من خلال شركة ويب سوفت الروسية، يمكنك من إنشاء محتوى تعليمي عالي الجودة مع إمكانية رفع هذا المحتوى التعليمي مباشرة على أنظمة التعلم الإلكتروني وإخراج نتيجة نهائية كذلك على هيئة متوافقة مع أقراص الليزر. هذا البرنامج يتم استخدامه في نطاق واسع في تصميم أو في اختبارات التقييم الموظفين الجدد، عروض للمنتجات بما في ذلك محاكاة للبرمجيات، في الشهادات والاختبارات والامتحانات، في المقابلات مع الموظفين والعملاء، في تصميم وإنشاء دورات على الإنترنت. كذلك فإنه يدعم عدة معايير معترف بها دوليا تستخدم في التدريب على شبكة الإنترنت، منها النشر في نظام إدارة التعلم الذي يدعم معيار الـ AICC، أو النشر في نظام إدارة التعلم الذي يدعم معيار سكورم 1.2 أو سكورم 2004. دائما وأبدا بنسعد بآرائكم واقتراحاتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناة تنجر التنمية على اليوتيوب www.youtube.com/mr.tanagar، أو المواقع المدونات التي نشرف عليها. هذا الفيديو خاص بتحميل وتفعيل برنامج كورس لاب فقط. هنقوم بشرح هذا البرنامج من خلال عدة فيديوهات، في مجملها هتكون فاتحة شهية أو المقدمة لاحتراف هذا البرنامج. إذا مجموعة الفيديوهات اللي هنخصصها في الجزء الأولاني هتكون مقدمة لهذا البرنامج. اليوم بنتعاون مع بعض في تحميل وتفعيل برنامج كورس لاب بحيث ان النسخة تكون مجانية مدى الحياة واقدر استفاد منها، ويا ريت نسجل البيانات والتعليمات اللي هقول عليها في ورقة بحيث ان انا اقدر افعله باسلوب صح على اساس ان الناس ما تكررش الاسئلة في التعامل مع هذا البرنامج. الفيديو التالي لهذا الفيديو هيكون فيديو تعريب هذا البرنامج بحيث انه تكون واجهة هذا البرنامج باللغة العربية. اسفل هذا البرنامج سوف تجدون روابط التحميل والتفعيل في خانة الوصف. تعالوا بينا نبدأ مع بعض الجزء العملي. بداية كل اللي عليك انك هتقوم بنسخ الروابط التي سوف تجدها اسفل هذا الفيديو. اول حاجة كيفية تحميل هذا البرنامج، عايزين نحمله من الموقع الرسمي، يبقى الموقع الرسمي اسمه courselab.com، ده الموقع الرسمي لتحميل هذا البرنامج. بيتيح لك انك تحمل نسخة مجانية اللي هي نسخة 2.4، او نسخة تشتريها تكون مدفوعة الاجر بامكانيات اعلى اللي هي نسخة 2.7. ده شكل الموقع الرسمي لهذا البرنامج. كل اللي عليك اهوت بيقول لك ايه هنا اهوت، يقول لك ان النسخة المتاحة كنسخة او كمنتج تجاري هي 2.7 بينما كفري وير هي 2.4. اذا احنا هنقوم بتحميل النسخة المجانية اللي هي 2.4. كيف يتم تحميلها؟ هنقول لك على اكتر من طريقة. الطريقة الاولانية من خلال هذا الموقع، هتذهب الى المنتجات، ومن المنتجات اللي هي من داونلودز التحميلات هنختار كورس لاب فري، ومن كورس لاب فري هننتظر. هنبدا هنا بيتكلم الكورس لاب فري هي النسخه 2.4، بيتكلم على الامكانيات انها متوافقه مع ويندوز 2000 واكس بي و2003 وفيستا ويندوز 7 ناخد بالنا، وانها بتحتاج مساحه ما تقلش عن 50 ميجا. كل الحاجات دي كانت تكون متوفره عندنا في الاجهزه. ثم بعد ذلك هتضغط على داونلود فري كورس لاب انستليتور، فهيتم تحميلها على جهازك والاستفاده منها. طيب في طريقتين التانيين، طريقتين التانيين انك تدخل على موقع منتدياتنا العالميه كنوز الطارق تكنوز دوت تكنوز 1 دوت الكوم، ومن خلالها هتذهب الى جزء خاص
بمنتدى فرعي خاص بتكنولوجيا التعليم. هذا المنتدى بيشرح مقدمة عن هذا البرنامج، بيشرح مقدمة عن هذا البرنامج مع حضراتكم اهوت، اللي هي منتديات تكنولوجيا التعليم. هنضغط على البرامج المساعدة، ومن البرامج المساعدة في شرح برنامج كورس لاب. هضغط على شرح برنامج كورس لاب في مقدمة. هو هذا البرنامج وعاب عليه بس انه بيحجب الصور فقط، لكن هيتيح لك هنا بيدي مقدمة على برنامج كورس لاب. برنامج مختص بتصميم دورات تعليمية الكترونية، بيتضمن كائنات متعددة، بتتيح لك انشاء وحدات منهجية مبسطة. الكلام ده كله هنشرحه من خلال سلسلة فيديوهات عملي، وبيتكلم على الامكانيات، وبيقول لك تقدر تقوم بتعميل هذا البرنامج من خلال الموقع الرئيسي او من احد الروابط التالية. اضغط هنا او اضغط هنا، نضغط على اي واحد من دول اهوت. اضغط هنا لأحد الروابط لتحميل هذا البرنامج بالتفعيل. الفرق ما بينه وما بين انك بتحمل من الموقع الرئيسي انك هتحمل بالتفعيل. ضغطنا عليه، هننتظر زي ما اشار في الشرح اهوت. هنا بيقول لك انتظر 5 ثواني او اضغط على تخطي الاعلانات. هننتظر لحد ما تظهر كلمة تخطي الاعلانات او الاسكيب اد، بيطلب مني الانتظار 5 ثواني. بعد ال5 ثواني هنبدأ نضغط على اسكيب اد، لما يتحول المؤشر الى خانة الى شكل الايد الهاند، او نضغط عليه كده مباشرة. دي متوقفة على سرعة النت اهوت. نضغط عليه، هتطلع صفحات فرعية، اضغط عليها اقوم باغلاقها. اضغط عليه مرة اخرى، هتطلع صفحة فرعية اخرى ما فيهاش التحميل، او انتظر برضو ما فيهاش التحميل، اجي ضاغط عليه مرة اخرى فيقوم بعملية تحميل البرنامج. 3 مرات الضغط على هذا اللينك من خلاله اقدر اقوم بالتحميل. بالفعل اهوت هيدخل لي على صفحة التحميل، وصفحة التحميل موجودة في الميديا فاير، وهتحمل البرنامج مع التفعيل زي ما احنا هنشوف بعد دقايق. دي احد الطرق وناجحة 100%، بس متوقفة على سرعة النت. انا هقوم باغلاقها على سن انها هكمل، او انك تضغط على باء اهوت هيديك موقع اخر. الموقع ده برضه بيقول لك انك تنتظر 5 ثواني، من خلال انتظارك لل5 ثواني هتقدر تحصل على هذا البرنامج بالتفعيل. ننتظر 5 ثواني، بعد ال5 ثواني هنضغط على اسكيب اد او تخطي الاعلانات، ومن تخطي الاعلانات هنقلك على الميديا فاير لتحميل هذه النسخه. قبل ما هننتظر لحد ما يحملها، او انك تدخل على مدونه عالميه اسمها e-learning-gate.blogspot.com. من هذه المدونه تستطيع كذلك تحميل هذا البرنامج المميز. هننتظر، ثم بعد ذلك هذا الموقع او هذه المدونه مصممه في شكل برنامج زي برنامج الوورد التقليدي. هروح لحاجه اسمها شروحات البرامج، انتظر ان يكتمل التحميل. وفي نفس الوقت اهوت اللي احنا ضغطنا عليها من منتديات كنوز الطارق هيعمل عمليه تحويل للموقع اهوت، وهيقوم بعمليه التحميل، والتحميل فعال وما فيهوش اي مشاكل. او ان احنا من مدونه بوابه التعليم الالكتروني، اضغط على شروحات البرامج، ومنها برامج التصميم. ومن برامج التصميم هلاقي نفس الكلام اهو، شرح برنامج كورس لاب. اضغط على اقرا المزيد، هيديني الرابطين اللي احنا قلنا عليهم سابقا. يبقى اذا دي طريقه ودي طريقه، وبيشرح هنا امكانيات البرنامج اهوت بالصور. هنا واضح الصور بدون اي عمليه حجب، وانت هتضغط على هنا او هنا لعمليه التحميل. نشوف هنا اهوت مع حضراتكم، هننتظر، دي متوقفه على سرعه النت. بعد حوالي ثواني هيبدا على طول يعمل لي عمليه ربط او استدعاء للموقع الميديا فاير لتحميل هذا البرنامج. هننتظر مع حضراتكم. زي ما احنا شايفين بدا يظهر الانترنت داونلود مانجر. ومن الانترنت داونلود مانجر قلنا بشرط انك تكون متصل بالنت، هتضغط وتحدد المكان عن طريق ال3 نقط. لو انت ما فيش موجود هيقوم بالتحميل في مجلد الداونلودز. هنبدا نحدد المكان وليكن سطح المكتب، ثم اقول له سيف، ثم بعد ذلك اضغط على بدء التحميل الى ان يتم التحميل. بالفعل تم التحميل على سطح المكتب، هيكون اسمه باللغه العربيه كورس لاب 2 و4 بالتفعيل. هتضغط عليه كليك يمين لفكه، هتقول له استخراج هنا، وننتظر ان يقوم بعمليه الفحص. هقول له نعم للكل وانتظر. بعد فك الضغط
هنبدأ مع بعض نقوم بالاستفادة من هذا البرنامج. بعد فك الضغط هنقوم بفتح هذا الملف، هيكون عندك النسختين، نسخة مضغوطة وهذه البيانات التسجيل. هقوم بالنسخة المضغوطة، أضغط عليها دبل كليك أو أضغط كليك يمين واستخراج هنا بأي طريقة أنت عايزها. أنا هضغط كليك يمين واستخراج هنا اكستراكت هير، وانتظر ان يفك الضغط. فك الضغط، اقوم بتسطيب البرنامج عن طريق الطريقه التقليديه، دبل كليك ثم نيكست ثم انستول. ليه ملاحظه مهمه جدا، ملاحظه مهمة هي جدا، افصل النت وانت بتقوم بعمليه التسطيب. بعد ما قمت بعمليه التحميل هنفصل النت مع بعض اهوت. هفصل النت، هعمله ديسكونكت او اقوم بسحب الكيبل. مهم جدا الجزئيه دي يا شباب، وهقول لحضراتكم ليه. كده انا فصلت النت وانتظر الى ان يتم عمليه تسطيب البرنامج ثم نبدا في عمليه التفعيل. هذه العمليه تستغرق زي هود this may take several minutes، بياخد مجموعه من الوقت 3 دقائق او 4 دقائق. ننتظر الى ان ينتهي من عمليه التسطيب الانستولوشن. بدأ في عملية التحقق، بدأ في عملية التسطيب، بدأ في عملية نسخ الملفات coming new files، ثم عملية تحديث الكومبوننت ريجستريشن. وزي ما بؤكد يجب فصل، بعد عملية التحميل يجب فصل النت ثم القيام بعملية التسطيب والتفعيل مع أخذ بعض الملاحظات المهمة اللي هنقولها أثناء القيام بهذه العملية. كده انتهينا من عملية التسطيب، أضغط على Finish. برافو علينا، كده أنجزنا هذه الخطوة اللي هي الخطوة الأولانية اللي هي تسطيب البرنامج. نأتي بعد ذلك في عملية التفعيل. زي ما قلنا يجب فصل الإيه؟ النت. أدي بيانات التفعيل، أدي بيانات التفعيل قدام حضراتكم، أنا كاتب فيها الملاحظات. لا عند بدء تشغيل البرنامج هيطلب منك انك تدخل اسمك واللاست نيم واسم الدوله واسم الشركه والايميل وكود التفعيل. لو انت متصل بالنت بعد ادخال الاسم الفيرست نيم واللاست نيم والكانتري والكمباني والايميل وتضغط نيكست، الخطوه الثانيه هيقول لك كود التفعيل هيتم ارساله ليك. بالفعل بيتم كود التفعيل لان هذه النسخه فري وير مجانيه خلال 24 ساعه، فانت عايز تشتغل على البرنامج، لذلك احنا بنديك هذه البيانات بشرط انك تفصل النت. لكن انت لو انت لم تقم بعمليه فصل النت يبقى يجب عليك انك تلغي الشاشه الافتتاحيه وتنتظر 24 في حدود 24 ساعه، ثم بعد ذلك تذهب الى الايميل الخاص بيك وتقوم بنسخ كود التفعيل. انا هسيب البيانات اهيت وناخد بالنا انا فصلت النت وهعمل لها عمليه تصغير. ثم بعد ذلك هعمل ايه؟ هقوم بتشغيل البرنامج. هنلاحظ انه قام بانشاء ايكونز او شورت كات على سطح المكتب، هضغط عليه دبل كليك. هتظهر لي هذه النافذه اللي بيطلب لي مني فيرست نيم واللاست نيم والكانتري والكمباني والايميل. هقوم بعمليه لو انا مستعجل للاستفاده من البرنامج، لكن لو انت عايز تاخد وقتك يبقى ما يتمكش انك تفصل النت، يبقى انتظر 24 ساعه وتابع الايميل الخاص بيك. اهوت انا هبدا ادخل هذه البيانات اللي هو ادي الاسم هنسخه، ادي الاسم مع حضراتكم، ادي فيرست نيم وادي اللاست نيم وادي اللاست نيم وادي الدوله اللي هي ايجيبت، هضغط على حرف الاي. ثم بعد ذلك ادي الشركه، عملت كل ده بعمل كوبي وبيست. ثم بعد ذلك الايميل كوبي وبيست. ثم بعد ذلك نيكست. ناخد بالنا هنا بقى يا شباب، ناخد بالنا. دلوقتي اذا لم تقم بفصل النت يبقى يجب انك تتاكد انك انت استلمت من خلالها ومن خلال ايميل، من خلال ايميل انك استلمت الكود. ولكن لان انا فصلت النت وبهديكم هذا التفعيل، هذا هو كود التفعيل اهوت، هنسخه على اساس ان انا فعل البرنامج واشتغل بيه الآن. هضغط كليك يمين وبست ثم أقول له نيكست. برافو علينا، كده خلاص بالفعل تم تفعيل البرنامج وأقدر أشتغل عليه.
ودي اللي هي شاشة البدء الستارت بيج. لو انا دلوقتي عايز اقوم بفتح او باستعراض مقرر الكتروني سبق انشاؤه هضغط على براوز، لو انا عايز انشا مقرر الكتروني جديد اضغط على كرييت انيو كورس، ثم بعد ذلك اضغط نيكست واقوم بكتابة هذه البيانات اللي هيتم شرحها في المحاضرة القادمة ان شاء الله. انا هضغط كنسل ثم بعد ذلك الخروج من البرنامج من قائمة فايل اختار اكزيت، او اضغط على علامة اكزيت للخروج من هذا البرنامج. ما ننساش، ارجع تاني اكد، ما ننساش جزئية مهمة جدا، وهي ان اسفل هذا الفيديو سوف تجدون لينكات التحميل والتعريب، وانتظرونا في الفيديو الثاني وهو خاص بتعريب هذا البرنامج. تقبلوا تحياتي، انا طارق النجار من قناة طارق النجار التعليمية www.youtube.com/mrtarikNagar، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على اشرف خلق الله نبي الهادي الامين محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. يسر قناة طارق النجار التعليمية على يوتيوب ان تكون محاضراتكم سلسلة الشروحات المتميزة. بناء على طلب الاصدقاء ورد الينا العديد من الاسئله في صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب ومنتديات كنوز الطارق بخصوص كيفيه تعريب برنامج كورس لاب، بحيث ان احنا بنفضل ان احنا نتعامل معاه باللغه العربيه، ولكن انا شخصيا احب ان انا اتعامل بالمفردات الانجليزيه وبالاوامر لانها اصبحت دارجه ونقدر نستوعبها ونتعامل معاها بسهوله. اليوم بهدر حضراتكم كيفيه تعريب هذا البرنامج، ولكن جميع المحاضرات التالية لعملية التعريب هتكون القوائم باللغة الإنجليزية وليس باللغة العربية، بس احنا بننفذ أوامركم وطلباتكم من خلال قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناة طارق النجار التعليمية على اليوتيوب www.youtube.com/mrtarikNagar، أو المواقع والمنتديات التي نشرف عليها. تعالوا بينا ننتقل إلى الجزء العملي وهو كيفية تعريب هذا البرنامج. أسفل هذا الفيديو إن شاء الله عز وجل سوف تجدون رابط لتحميل برنامج تعريب برنامج كورس لاب. بداية تعالوا بينا نشغل البرنامج، نشوف الأول البرنامج شغال بأنهي لغة، الواجهة الخاصة به. هضغط على الاختصار الموجود على سطح مكتب كورس لاب 2.4 اللي هو 2.4 النسخة المجانية. هلاحظ إن العبارات باللغة الإنجليزية، القوائم باللغة الإنجليزية، الواجهات والنوافذ باللغة الإنجليزية زي ما احنا شايفين مع حضراتكم. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ كل اللي عليك ان هتقوم ب من خلال الموقع، من خلال احد المستعرضات الموجودة على جهازك، هتقوم بالضغط على اللينكات الموجودة اسفل هذا الفيديو، او بالدخول على منتديات كنوز الطارق www.knuz1.com، او مدونة بوابة التعليم الالكتروني e-learning-gate.blogspot.com. ادخل على اي موقع من هذين الموقعين، او اضغط على الروابط الموجودة اسفل هذا الفيديو. زي ما قلنا هيكون في رابطين، هنبدأ نخش على اي واحدة من الاثنين دولت اهوت، سواء كان منتديات كنوز الطارق او مدونة بوابة التعليم الالكتروني، هي نفس الفكرة الخاصة بها. لو احنا في منتديات كنوز الطارق، اذهب الى منتديات اللي احنا هنهتم بيها في الايام الجايه ان شاء الله عز وجل، لان اصبح في طلب كبير جدا بالنسبه لتكنولوجيا التعليم، منتديات تكنولوجيا التعليم. هضغط على البرامج المساعده، ومن البرامج المساعده هضغط على موضوع اسمه شرح برنامج كورس لاب، ومن شرح برنامج كورس لاب هنبدا نتحرك الى اسفل. هلاحظ ان في هنا شرح لهذا البرنامج، مميزاته وخصائصه الى اخره، كيفيه تحميله. اللي يهمني الجزئيه دي بقى يا شباب، اللي هي لتحميل تعريب البرنامج، اضغط على احد الرابط التالي، يا تضغط على هذا الرابط يا تضغط على هذا الرابط، ثم تنتظر 5 ثواني هتظهر نافذه. النافذه اللي تضغط على تخطي الاعلانات او سكيب اد، ادي ضغطت اهوت على احدها، ثم هضغط على الثانيه على هذا النحو، انتظر الى ان يتم فتح او تحميل هذه النوافذ بهذه الطريقه. نفس الكلام لو انت ذهبت الى مدونه بوابه التعليم الالكتروني، اذهب الى شروحات البرامج، من شروحات البرامج اختار برامج التصميم، ومن برامج التصميم هتجد موضوع اسمه شرح برنامج كورس لاب، هتقوم بفتح هذا الموضوع وقراءته، هتجد نفس النص اهوت، اقرا المزيد، من اقرا المزيد
ثم بعد ذلك تقوم بقراءة هذا الموضوع، هتجد برضه نفس العبارة بينما لتحميل تعريب هو وبالنص الموجود، هتضغط على ده أو تضغط على ده هتظهر لك هذه المواقع. هذا هو أحد المواقع اللي من خلاله تنتظر 5 ثواني، بليز ويت 5 4 3 2 1، ثم تضغط عليه أكثر من مرة، 3 مرات. في المرة الرابعة هيتم فتح الموقع، أدي أول مرة قبل ما يقوم بعملية التحميل، أو إنك تضغط على هذا الموقع، هذا الموقع اللي برضه بيقوم بعملية التحميل ولكن متوقفة على سرعة النت أهوت. في هذا الموقع هتقول له تخطي الإعلانات أو اسكيب آد، بعد تخطي الإعلانات أو اسكيب آد هيبدأ يفتح لك صفحة التحميل مباشرة، أو حسب سرعة النت المتوفرة عندك هيفتح لك موقع الميديا فاير وتقوم بالتحميل من خلاله. مساحة هذا الملف أو حجم التعريب حوالي 11 ميجا، بينما الملف أو البرنامج الأساسي حوالي 17 أو 16 ونص. هننتظر إلى أن يقوم بعملية التحميل، بينما في هذا الموقع هتضغط على اسكيب آد برضه أول مرة، ثم تغلق هذه النافذة، ترجع تاني تضغط على اسكيب آد تاني مرة، ثم تضغط هذه أن تغلق هذه النافذة وتنتظر، ثم تقوم بالضغط لتالت مرة وتنتظر إلى أن يتم التحميل، لأن هذا الموقع يتمازن بتحليلنا إن إحنا نرفع مساحات كبيرة جدا عليه، سواء ده أو برنامج أو موقع الميديا فاير. هننتظر. طيب، لأن سرعة النت هنا لو كانت سرعة النت كانت عالية يا شباب كان فتح لك اللي هو النافذة أو الصندوق الخاص بإنترنت داونلود مانجر، ومن خلاله تقدر تقوم بعملية التحميل، ولكن فتح لنا دلوقتي الموقع الخاص بالميديا فاير. هتضغط على داونلود، وبعد الضغط على داونلود هننتظر هتطلع النافذه الخاصه ببرنامج انترنت داونلود مانجر. ادي المساحه الخاصه ببرنامج التعريف 11.67%. هنقوم بتحديد مكان الحفظ، وبعد كده بعد التحميل اهوت هنيجي نوت مثلا على سطح المكتب، ولو نفضل انك يتم حفظها في اي مكان ما عدا السي، ثم هنضغط على سيف. ناخد بالنا نضغط على سيف هنا اهو عشان الملف موجود قبل كده. بعد كده المفترض هتضغط على بدء التحميل فيتم تحميل هذا البرنامج، برنامج التعريب، او من الموقع الاخر، من الموقع الاخر هيبدا برضو يبدا يفتح لك الميديا فاير، من الميديا فاير تبدا تقوم بهذه العمليه. بعد عمليه التحميل، بعد عمليه التحميل التي ستتم، هتبدا تظهر قدامك هذا هو الملف التعريب، ملف مضغوط. هتقوم بفك هذا الملف عن طريق ضغط كليك يمين وتقول له استخراج هنا، وننتظر الى ان يتم فك ضغط الملف المضغوط. ننتظر. بعد فك ضغط الملف المضغوط هنقوم ب فتح هذا الملف او تنصيبه او وضع ملفات التعريب في المسار الخاص ببرنامج كورس لاب 2.4. هننتظر كده مع حضراتكم. البعض بيسألني سؤال انك هتقوم بنسخ ملفات التعريب، ادي نسخ ملفات التعريب اهوت، تفتح. يبقى احنا هنعمل ايه بعد فك الضغط؟ بعد فك الضغط ادي فك الضغط اهو مجلد، هتفتحه هتجد داخله مجلد اخر اسمه تعريب كورس لاب. اجي فاتح ادي كورس لاب، دبل كليك، وبعدين هنا اضغط دبل كليك على الملف مباشرة وليس كليك يمين واكستريكت هير او استخراج هنا، اضغط دبل كليك على ملف التعريب. نضغط دبل كليك على ملف التعريب هتظهر لنا صندوق حواري خاص ب اهو عمليه التعريب. هقول له يبقى انا ضغطت دبل كليك، ثم هقول له اكسبت، ثم هيبدا يقول لك المسار سي نقطتين بروجرامز فاير كورس لاب 2.4. هذا هو المسار، لو كان هو المسار بالفعل اضغط على الانستول، لو مش هو المسار اضغط على براوز وقوم بتحديد مكان البرنامج. ممكن انت تقوم بتنصيبه على الدي او الاي او الاف زي ما انت عايز، بس هنا المسار قدامي واضح اهو وصحيح. هضغط على انستول وانتظر الى ان ينتهي من عمليه فك ملفات التعريب داخل الباث او المسار الخاص ببرنامج كورس لاب. هذه العمليه بتستغرق في حدود من 30 ثانيه الى دقيقه. ننتظر. بالفعل انتهى من هذه العمليه. لما تظهر لك هذه النافذه ما تقومش بعمل رينستول ولا اي حاجه، قوم بغلقها عادي جدا، قوم بغلق هذه الرساله، لا تقم بعمل رينستول، تمام؟ ونيجي قافلين كل الملفات، ارجع كده قوم بتشغيل الملف كده، هتبص تلاقي بالفعل تم تعريبه بنجاح. انا بقوم تشغيل البرنامج اهو يا شباب قدامكم، تم التعريب اهوت، هقوم بغلق هذه النافذه، هتلاحظوا ان اصبح في ملف بدل فايل،
وتحرير وعرض بدل فيو وادراج وتنسيق، تم بالفعل تعريب البرنامج بنسبه نجاح 100%، ولكن المساعده اللي هي الهلب بس هيكون الشرح باللغه الانجليزيه. اتمنى ان انا اكون قدرت ابسط هذه الجزئيه اللي هديه لحضراتكم، لكن في جميع المحاضرات القادمه ان شاء الله عز وجل سوف اقوم بالشرح بواجهه باللغه الانجليزيه. اتمنى ان اكون وفقت في شرح عمليه تعريب برنامج كورس لاب 2.4. ارجع اكد تاني اسفل هذا الفيديو ان شاء الله عز وجل سوف تجدون عدد 2 روابط لتحميل برنامج التعريب. كل اللي عليك انك هتقوم بعمل داونلود لأحد هذان الملفين، لان هم نفس الملفين بس تم رفعهم على موقعين مختلفين، ثم مشاهدة هذا الفيديو وتطبيقه فسوف تتم عملية التعريب بنجاح. كان معكم طار النجار من قناة طار النجار التعليمية www.youtube.com/mrtarannagar. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف خلق الله النبي الهادي الامين محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان يوم الدين. يسر قناة طار النجار على اليوتيوب ان تستكمل مع حضراتكم سلسلة الشروحات المتميزة. اليوم بنستكمل مع حضراتكم الدرس الثالث من شرح برنامج كورس لاب. هذا البرنامج سوف نخصص له جزئين، الجزء الاول عبارة عن 7 فيديوهات بالنسبة لمستوى المبتدئين، أما الجزء الثاني فهيكون جزء متخصص للناس البروفيشنال. في الجزء الأولاني سبق إن احنا شرحنا كيفية تحميل وتسطيب وتفعيل برنامج كورس لاب مدى الحياة مجاني، ده كان الفيديو الأول. والفيديو الثاني اللي هو كيفية تعريب برنامج كورس لاب بمعنى تغيير الانترفيس الخاص بالبرنامج إلى اللغة العربية. ثم نستكمل مع حضراتكم 3 فيديوهات متتالية نبدأها من هذا الفيديو، وهي كيفية إعداد مكرر تعليمي إلكتروني بواسطة برنامج كورس لاب. يبقى كده 5 فيديوهات، وآخر فيديوهين هيكونوا خاصين بإنشاء اختبار إلكتروني وامتحانات وأسئلة التقويم. إذن الجزء أو المستوى الأول هو مستوى المبتدئين، مكون من 7 فيديوهات سوف تجدونهم تباعا في بلاي ليست في قناتكم على اليوتيوب، قناة طار النجار التعليمية على اليوتيوب، اللي دائما وأبدا بتسعد بآرائكم ومشاركاتكم وتعليقاتكم سواء على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة قناة طار النجار التعليمية على الفيسبوك، أو قناتنا على الفيسبوك، أو قناتنا على تويتر، أو المنتديات التي نشرف عليها. تعالوا بينا ننتقل إلى الجزء العملي. بداية أحب أن أذكر حضراتكم بهذا البرنامج المتميز، وهو برنامج كورس لاب. برنامج كورس لاب واحد من أشهر البرامج المستخدمة في إنشاء وتصميم وبناء محتوى التعليم الإلكتروني، وكذلك تصميم دورات تعليمية إلكترونية صممته وطورته شركة ويبسوفت الروسية. طيب لو ناخد فكرة عامة يعني إيه محتوى التعليم؟ المحتوى التعليمي الإلكتروني هو بيئة مغلفة من عدة كائنات تعليمية يمكن توزيعها على المتعلم من خلال الانترنت او من خلال الاجهزة والوسائل التعليمية الاخرى، وبيستخدم المحتوى الالكتروني من اجل التعليم الذاتي، وبالتالي هو يختلف عن الكتاب او دليل الاستخدام لانه بيحتوي على مالتي ميديا متعددة ووسائط ورسومات وصور متحركة ومواد تفاعلية وخيارات إضافية زي الامتحانات والواجبات والأنشطة التعليمية. الهيكل التنظيمي للمحتوى التعليمي أو الرقمي مكون من الوحدة المديول والفصل والشابتر، بينما بيئة الوحدة التعليمية مكونة من الشريحة والإطار، حيث أن الإطار هو أصغر بنية موجودة في الوحدة التعليمية، وبيكون في حدود من 30 ل 40 إطار في الشريحة الوحدة، ده اللي بيفضل على أساس السرعة. وهناك شرائح خاصة هي شريحة العنوان التايتل وشريحة رئيسية الماستر. طيب تعالوا بينا نبدأ الشرح العملي. زي ما احنا عارفين من خلال المحاضرات السابقة، هذه البرنامج الكورس لاب موجود على سطح المكتب، هقوم بالضغط المزدوج عليه لتشغيل هذا البرنامج. محاضرة اليوم تنصب على إنشاء وإعداد بناء أو محتوى تعليمي. فأنا هفترض حاليا ان انا المادة التعليمية الموجودة عندي هتكون مادة الدراسات، واحد يقول لي الحاسب الآلي، واحد يقول له الرياضة، زي ما انت عايز. يبقى لازم تحدد المقرر او القرص التعليمي، وبعدين بتجزأه الى مجموعة من المديولات او الوحدات او النماذج، وكل
وحده ممكن تتكون من عدد من الشرائح، وممكن نغير عمليه الهيكل البنائي بحيث انها تحتوي على مجلدات، وكل المجلد هنسميه شابتر، والشابتر هيحتوي داخله على الفصول هنسميه مديول واحد وواحد، مديول واحد واثنين، وهكذا. طيب ظهرت هذه الشاشه، وانا بفضل ان انا بتعامل مع الشاشه الانترفيس باللغه الانجليزيه. الجزئيه الاولانيه ماي ليرنينج كورسز، بتختار انت احد المشاريع اللي انت كنت شغال فيها قبل كده، او لو احد هذه المشاريع مش موجود وموجود على اسطوانه، على سي دي، على فلاشه، على اي بارتيشن، تضغط على براوز لاستعراض هذه المشاريع واختيارها. بننوه الى جزئيه مهمه، ان الملف او المشروع داخل الكورس لاب امتداده الاكستنشن الخاص به هو دبليو سي ال، دبليو سي ال ده الاختصار، زي ما الوورد دي او سي او دي او سي اكس، والاكسل اكس ال اس او اكس ال اس اكس، والباوربوينت بي بي تي او بي بي تي اكس، هنا برضه ياخد امتداد دي سي ال. ثم بعد ذلك احنا عايزين ننشئ كورس جديد او مقرر او بناء او محتوى تعليمي الكتروني، اضغط على كرييت ا نيو كورس، هتظهر هذه النافذه، هضغط على نيكست، ثم بعد ذلك اكتب اسم المقرر او البناء او المحتوى التعليمي او المنهج اللي انا عايزه، وليكن انا عايز اشرح ماده الدراسات الاجتماعيه، يبقى انا عندي الاسم ماده الدراسات الاجتماعيه للصف السادس الابتدائي، ادي للصف السادس، الصف السادس الابتدائي، اوكي. ثم بعد ذلك هبدا انشئ نهوت في اللوكيشن، نهوت هضغط على هذا السهم اللي في اللوكيشن على اساس ان انا عايز انشئها في مدرسه ام المؤمنين بس، هسمي ام المؤمنين بس، يبقى هضغط على ميك نيو فولدر، او ان انا كان ممكن اجهز فولدر قبل كده وهسميه اهوت مدرسه ام المؤمنين، ممكن تسميها مدرسه ام المؤمنين الابتدائيه، الاعداديه، الثانويه، زي ما انت عايز. ثم هضغط انتر، ثم اقول له اوكي، واسمي الفولدر اللي هيتم انشاؤه داخل مدرسه ام المؤمنين، بس مع ملاحظه انه يكون المجلد مجلد رئيسي، فهقف على سطح المكتب، اقف على سطح المكتب واقول له ميك نيو، يبقى تختار على اساس انه ممكن ينشا مجلد جوه مجلد، يبقى هو تسميها مدرسه ام المؤمنين، ام المؤمنين بيدي سو مثلا، تمام، وده موجود على سطح المكتب. وبعدين اضغط انتر، ثم هقول له اوكي، ثم اكتب دلوقتي هنا المجلد الفرع اللي هيتم انشاؤه داخل المجلد بتاع المجلد الرئيسي، هسميه ادي اتكلمنا على ماده دراسات اجتماعيه للصف السادس، هنسميه مثلا الترم الثاني، يبقى اذا المقرر اسمه ماده دراسات اجتماعيه للصف السادس، هيتم وضعه فين؟ في مجلد اسمه الترم الثاني، موجود في مجلد اخر اللي اسمه مدرسه ام المؤمنين. بعد ذلك نضغط على نيكست، ثم بعد ذلك نكتب اسم الوحده التعليميه او الفصل، لكن انا افضل ان نسميها الوحده او النموذج كتعبير افضل، يبقى هنسميها ايه؟ هنسميها الوحده او النموذج اللي هي المديولز، هنسميه ايه مع بعض يا شباب؟ وليكن البيئه الصحراويه، ده احد المديولات او احد الفصول الموجوده في ماده الدراسات الاجتماعيه للصف السادس الابتدائي. ثم بعد ذلك اختار القالب او التمبلت، خلينا كل قالب من دول له شكل او مجموعه من الاشكال، خلينا اختار ستاندر، وهنختار الكلاودز اللي هو سحابي في عند اضافه موديولز اخر، بس خلينا مبدئيا نختار الستاندر اللي هو القياسي، ثم نختار واحد من الاشكال الموجوده ونضغط على نيكست. بعد ذلك بيقول لي ان انا خلصت هذه العمليه، هقول له فينش فيتم انشاؤه. كده انا انشات المقرر او الكورس وسميته ماده الدراسات، وانشات جواه وحده او مديولز او نموذج وسميناه البيئه الصحراويه. طب عايز انشئ نموذج اخر او مديول اخر، لان الماده الدراسيه مكونه من كذا وحده، وممكن الوحده مكونه من كذا فصل، فممكن يكون لها تعامل اخر. هعمل ايه عشان انشئ مديولز اخر؟ هضغط كليك يمين هنا، وبعدين اختار نيو، ومن نيو ابدا اختار هذه الجزء، او انك تضغط على كنترول ان، نضغط على كنترول ان من لوحه المفاتيح، يبقى هضغط كليك يمين واختار نيو ثم مديولز،
او نموذج او من فايل اختار نيو سوبر مديولز، او اضغط على كنترول ان واكتب اسم هذا المديول. اخترنا ادي البيئه الصحراويه، هنسمي حاجه تانية البيئه الحضريه مثلا، مثلا ادي البيئه الحضريه تمام. ثم هنبدا نختار التمبلت المناسب، هناخد اي تمبلت اهوت، وبعدها عن طريق التجربه هنقدر نوصل للشكل المناسب، ثم اقول له اوكي فيتم انشاء وحده او مديول جديد. يبقى انا دلوقتي عندي مقرر اسمه ماده دراسات، دي مكونه من اثنين مديولز او اثنين نموذج او وحدتين، ادي الوحده. طيب كل وحده من دولت اقدر انشئ جواها عدد من الشرائح. يبقى في عندي الوحده اللي هي البيئه الصحراويه اهيت، اضغط عليها دبل كليك اهوت، عايز انشئ الوحده اللي هي المديولز تتكون من كذا شريحه. قدامك انك تضغط كليك يمين وتعمل نيو سلايد، نيو سلايد هينشالك، او انك تحدد اي شريحه ثم تضغط على انتر فيتم الانشاء، او انك تحدد على اي شريحه وتظهر من قائمه انسرت وتقول له نيو فيتم، او كنترول ام. اذا هناك اربع طرق لانشاء الشرائح داخل المديولز. الطريقه الاولانيه انك تحددها وتضغط انتر، او تضغط كليك يمين وتقول له كليك يمين رايت كليك وتقول له نيو سلايد، او تضغط كنترول ام، او تذهب الى قائمه انسرت ومن قائمه انسرت تقول له نيو سلايد، او ممكن تضغط على دوبليكيت سلايد فيتم انشاء. طيب انشانا شريحه، مجموعه من الشرائح، لو عايز تحذف الشريحه تعمل ايه؟ هنقولها بعد ثواني. طيب نيجي بالنسبه للبيئه الحضريه، اضغط دبل كليك عليها فيديني شكل المديولز اهو. عايز اكرر اضغط كليك يمين واقول له نيو سلايد، او اضغط انتر وهكذا. ليه هدف ان انا المديولز بيتكون من كذا شريحه. نيجي عند البيئه الصحراويه، عند البيئه الصحراويه لو انت عايز تتعامل مع اي شريحه ازاي، تضغط كليك يمين، عايز تعمل ديليت تعمل ديليت سلايد فيلغيها لنا، عايز تسميها نقول له رينيم فنقوم بعمليه التسميه، عايز تلغي حتى المديولز تضغط كليك يمين وتقول له ديليت فيتم حذفه، او انك تعيد تسميته تختار رينيم، او انك تقوم بفتحه او تشغيله على هذا النحو وهكذا. يبقى عرفنا كيفيه التعامل مع المديولات، او انك تقف عليها اهوت زي ما احنا شايفين. طيب بعد ما انشانا عايزين نشوف طرق العرض المختلفه داخل هذه المرحله. طيب هنعمل ايه؟ قال لك قدامك ثلاث وضعيات. طيب قبل ما اقول على الثلاث وضعيات الموجوده، تعالوا بينا نتكلم على شكل الخاص بهذا هذه الواجهه. زي ما احنا شايفين الواجهه الخاصه كده بالبرنامج عباره عن شريط عنوان تيتل بار، في زر الاغراق وزر التكبير وزر الاستعاده، ثم اسم المديولز اللي انت واقف عليه واسم البرنامج، وادي المجلد اللي احنا سميناه الترم الثاني. لو انا واقف على البيئه الحضريه ضغطت دبل كليك يديك ما بين قوسين، ده بيديك اسم المديولز واسم البرنامج، ثم المديولز العام بالنسبه لنا اللي هو الترم الثاني او المجلد اللي بيتم وضع فيه اهوت زي ما احنا شايفين، ادي دبل كليك. طيب ثم بعد ذلك شريط القوائم، قوائم عاديه، قائمه ملف، ادي فتح وادي ايديت وعرض، وادي عرض فيو، وادي انسرت ادراج وتنسيق وادوات ونموذج ونوافذ ومساعده هيلب، قوائم عاديه جدا. ثم شريط ادوات رئيسي بالنسبه لنا اللي هو فيه جديد ده على اساس انك تنشئ مقرر او بناء تعليم جديد، وبالتالي لازم تغلق هذا المقرر اللي قدامك بالحفظ او بعدم الحفظ، وهنا فتح مقرر تم حفظه، وهنا حفظ اهوت بتحفظ التغيرات التي تمت. خد بالك انك انت انشاته باسم قبل كده فانت بتحفظ التغيرات او التعديلات، وهنا القص والنسخ واللزق والتكرار، وهنا ادراج مربع نصي اهو بضغط عليه كده، والمربع النصي عايز اكتب جوه بضغط عليه دبل كليك للكتابه، عايز تحذفه تحدده وتضغط على دي من لوحه المفتاح وكليك يمين. ثم لو انت عايز تقوم بادراج صوره ادي كليب ارت، تضغط على الكليب ارت تطلع لك النافذه هنا اهوت، المفترض انها تحتوي على العديد من الصور، وهنا اهوت ادراج صوره من جهاز الكمبيوتر، تبدا تختار صوره من جهاز الكمبيوتر بهذه الامتدادات المختلفه. المفترض ان احنا وصلنا في هذه المرحله الحاجات دي كلها بالنسبه لنا حاجات عاديه. وهنا لو عايز تدرج كائن بتضغط على ادراج كائن فتبدا تختاره من هذه الجزئيه اللي احنا بنسميها جزئيه المهام او منطقه المهام، وهنرجع لها بعد ثواني. ثم هنا عمليات
التحكم في حجم الشريحة على الشاشة، ادي 100% ممكن تخليها 50% تصغر بهذا الشكل، او انك تكبرها بحيث انك تتحكم فيها. ثم زي ما احنا شايفين هنا هوت عملية الانتقال ما بين الشريحة السابقة والشريحة التالية، وهنا عرض النموذج، وده شريط اخر مكمل عبارة عن في كائنات فوق بعضها، اظهار للامام، ارسال للخلف، واظهار للامام، وارسال خطوة الى الامام، والتعامل مع الخطوط بالطرق المختلفة. خلينا في حجم 100%. ثم بعد ذلك عندنا اربع اجزاء، جزء خاص زي ما احنا شايفين بالجزء الاول ده، هو ده بيعرض لك اسم الوحدات بيسميها مديولز، او اسم الفصول سماها شابتر. البعض هيقول لي طب الشابتر ده اعمله ازاي؟ اقول لك عمليه بسيطه جدا، انك انت تضغط كليك يمين وتختار منيو تختار فولدر، او انك تزم من قائمه فايل ومن فايل تختار نيو ثم تختار فولدر فيتم انشاء فولدر. الفولدر ده هو المقصود بيه هو الشابتر، والشابتر بيتكون من كذا ايه فصل، تقدر تنشئ جواه كذا مديول، وبالتالي تقدر تتعامل معاه بمهاره. يبقى ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني خاص بعرض الشرائح، وفي ثلاث وضعيات لعرض الشرائح. ايه هي هذه الوضعيات المهمه بالنسبه لنا لعرض الشرائح؟ في الحقيقه انت قدامك ثلاث وضعيات. الوضعيه الاولانيه اللي هي التايتل اللي هو العنوان، والمقصود بها ان هو اللي هي شريحه الواجهه الاولى للدوره. يبقى اول ما تظهر عند في بدايه المقرر او البناء او المحتوى التعليمي اللي هي تايتل، اللي هي ديت دي بري عباره عن شريحه الايه؟ التايتل، هي شريحه الواجهه اللي بتظهر عند بدء التشغيل او التفاعل مع هذا المقرر. طيب ودي تقدر تعدلها زي ما انت عايز، بتقف على اي جزء اهوت تضغط عليها دبل كليك وتبدا في محرر النصوص، بيظهر ده شبيه ببرنامج الوورد، تبدا تكتب البيان اللي انت عايزه في هذه الجزئيه. وليكن احنا عايزين نكتب ايه؟ عايزين نكتب ماده الدراسات الاجتماعيه. بس تاخد بالك من نوع الخط هنا اهوت لونه ابيض، لذلك اختار لون خط بارز اهوت. شوف احنا لما حددنا اللي حصل اهيت على هذا النحو. انا همسح وهرجع اكتب تاني، ادي مادة، تبدا تظهر كده قدامنا. تاكد من اللون، هكتب اهوت بهذا اللون على هذا النحو. هبدا اكتب ادي مادة الدراسات الاجتماعيه، مادة الدراسات الاجتماعيه للصف السادس الابتدائي. بعد ما كتبتها هقوم دبل كليك على حددتها، اقدر اغير اللون الخاص بيها الى اللون مثلا اللون الازرق، اقدر اغير الحجم اهوت، اقدر اخليها بولد، اقدر اغير نوع الخط على هذا النحو، اقدر اخليها في الوسط، اقدر اقص وانسخ وادرج صوره واعمل كل اللي انا عايزه، ادراج صوره وادراج جدول، ثم اقول له اوكي فيتم تعديلها على هذا النحو، ثم اقوم بعمليه ضبط للحجم. لقيت الخط مش واضح، اضغط دبل كليك واقوم بتحديده واغير نوع الخط، تختار مثلا اخبار ام تي، وممكن تكبر حجم الخط شويه على هذا النحو واقول له موافق اهوت، ثم اضغط دبل كليك. ممكن اغير يا شباب لون الخط مش عاجبني، اخلي لون الخط بحيث بس انه يكون متناسب معاه. كتبنا دي اول حاجه، تقدر تغير الخلفيات وتقدر تغير العروض المختلفه. بعد ما غيرت هتعمل عمليه حفظ. طيب ده بالنسبه للايه؟ للتايتل اللي هي شريحه الواجهه اللي هي في بدء التشغيل. طيب لو انا ضغطت على اللي هي نورمال العادي بيظهر لك كل الشرائح، يبقى نورمال ديت بتظهر لك التعامل مع الشرائح من اضافه وحذف ومحو وتغيير الاسم واعاده الترتيب الى اخره، يبقى دي اللي هي نورمال. طيب بالنسبه لماستر، ماستر ديت انت عايزها لمين؟ خد بالك من السؤال ده، هتعملها للمديول اللي هو البيئه الصحراويه ولا المديول اللي اسمه البيئه الحضريه؟ للبيئه الصحراويه اهوت، واضغط على ماستر. ماستر اللي هي الواجهه الرئيسيه.
او الشريحه الرئيسيه، الشريحه الرئيسيه اللي اي تعديلات فيها بالضروره بترتب على كل الشرائح الموجوده داخل هذا المديوم. اهوت خلاص حصل ايه؟ حصل عمليه طي بالنسبه لايد الشرائح، ما ظهرش غير شريحه واحده. خد بالك هضغط تاني كده على نورمال يظهر لك كل الشرائح الموجوده في المديول او الوحده او النموذج اللي اسمه البيئه الصحراويه، لكن لما اضغط على ماستر هيتم طي جميع الشرائح وهتظهر شريحه واحده. من خلال هذه الشريحه الواحده اقدر اعدل، والتعديل اللي هيتم فيها هيظهر على الكل. وليكن مثلا الاسم، هغير الاسم وابدا اسميه اي حاجه ثانيه غير هذا الاسم. اذا هنستطيع ان احنا نغير خصائص كل شريحه وفقا للثلاث حالات الموجوده، وده هيكون في المحاضره التاليه. بينما ده قلنا التايتل، وده نورمال اللي هو العادي، ده اللي هو الماستر، والماستر ديت هتكون في المحاضره التاليه مع شرح بعض الخصائص المهمه وتغييرها وكيفيه الحصول على شرائح مميزه. سعدت بكم، انا طارق النجار من قناه طارق النجار التعليميه، واتمنى اكون وفقت في شرح هذه الأجزاء في هذا الفيديو الثالث، وانتظروني في الفيديو الرابع والخامس لبناء مقرر تعليمي إلكتروني مميز، ثم في المحاضرة السادسة والسابعة لإنشاء اختبارات وامتحانات وأسئلة تقويمية لأي مادة علمية بأسلوب جديد وأسلوب متميز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف خلق الله النبي الهادي الامين محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان يوم الدين. يسر قناه نجرة التعليميه التي تمسك محاضراتكم سلسله ما شرحناه في المحاضره الثالثه. اليوم هو المحاضره الرابعه في شرح برنامج كورس لاب، وهي الجزء الثاني من انشاء مقرر تعليمي الكتروني. تعلمنا في المحاضره السابقه كيفيه انشاء المقرر التعليم الالكتروني والوحدات او النماذج، وقلنا ان كل مقرر كورس بيتكون من عدد من الميديولز او النماذج او الوحدات التعليميه واحد على الاقل، وكل وحده تعليميه تتكون من عدد من الشرائح او شريحه واحده على الاقل. وقلنا دي عمليه الترتيب، وانشانا اثنين مقرر، مقرر اسمه البيئه الصحراويه، مقرر اسمه مقرر ماده هنسميها نموذج او وحده تعليميه اسمها البيئه الصحراويه، وحده تعليميه اسمها البيئه الحضريه. وقلنا ممكن لعمليات الترتيب انك تنشئ مجلدات، المجلد هنسميه شابتر، وهذا الشابتر بيتكون من عدد من الفصول. اعطينا تضغط كليك يمين وبعدين من نيو هتختار فولدر، هيظهر الفولدر هتسميه مثلا شابتر 1 او شابتر 1، ثم بعد ذلك الفصل الاول، ثم بعد ذلك تنشئ جواه عن طريق انك تضغط كليك يمين وبعدين بتختار على نفس المجلد نيو ثم مديولز، وتسمي مديول 1 1 مديول 2 2 اللي هي الفصول المكونه لهذا الشابتر، سواء من هنا او عن طريق من قائمه فايل تختار نيو او كنترول ان، ويتم انشاء هذه المجلدات. وصلنا إلى هذه الجزئية، اتكلمنا على، قلنا إن هناك ثلاث طرق للعرض. الطريقة الأولانية اللي هي التايتل اللي بيديك اللي هي شريحة العنوان، ودي اللي بتظهر في بدء التشغيل، شريحة العنوان بتظهر في بدء التشغيل. وقلنا تعالوا بينا إزاي نفكركم إزاي إحنا قمنا بتعديل اللي هي هذه الشريحة، وإزاي أظهرناها. إنك بتضغط على هذا الاختيار أو هذه الأيكون، او انك تروح من فايل ومن فايل تختار التايتل. عايز تعدل في هذه الشريحه، شريحه العنوان اللي بتظهر عند بدء التشغيل المقرر التعليمي، انك تضغط على اي جزء، ادي دبل كليك هنا اهوت مثلا، عايزين نقوم بادراج صوره، هتقوم بتحديد ده وتقوم بالغاءه، او انك تكتب، ده عباره عن محرر نصوص عادي جدا. عايز تدرج صوره تضغط على انسرت بكتشر، ومن انسرت بكتشر هتقوم بالبحث على اماكن الصور الموجوده وتقوم بادراج الصوره على هذا النحو، ثم نجعلها في الوسط عادي توسيط، لان في تراجع وعكس التراجع وقص ونسخ ولزق وعمليات التنسيق والادراج الصور والجداول، ثم بعد ذلك انت بتدرج لوجو، بتحاول بقدر المستطاع انه يتناسب مع الصوره على هذا النحو، ثم تقول له اوكي فيتم ادراجه، ثم بعد ذلك تقوم بعمليات الضبط من خلال مساحه العمل على هذا النحو. عايز تغير العنوان تضغط دبل كليك، ده عباره عن مربع نص، بنبدا نكتب هنا اهوت، تختار اللون، هنختار اللون الاول مع حضراتكم اهوت،
ونبدأ نكتب اسم المادة، وناخد بالنا ان في البداية هو ما بيكتبش اهو، نحاول نلغي اي شيء، ثم هنبدأ نختار على هذا النحو ونكتب اسم المادة باللغة العربية اللي هي مادة الدراسات. هكتب مادة الدراسات، مادة الدراسات الاجتماعية. للصف السادس الابتدائي. بعد ما كتبنا نقوم بالضغط المزدوج تحديد، نعمل لها بولد، نكبر حجم الخط، نغير نوع الخط، نعمل لها توسيط زي ما احنا عايزين اهوت. نبدا نختار نوع الخط المناسب او نسيب الخط اللي هو اريال، هو الخط الجميل في الوقت ده، وكبرنا. بعدين بقول له اوكي فيتم اضافتها على هذا النحو. ده بالنسبه لايه؟ للعنوان. طيب هنيجي بالنسبه لعرض الشرائح، ادي الشرائح الموجوده، وناخد بالنا انها موجوده في ايه؟ في المديول او الوحده او النموذج اللي اسمه البيئه الصحراويه. ناخد بالنا ليه؟ لان ده مبني على تمبلت اللي هو ستاندرد، مبني على تمبلت اللي هو ستاندرد، بينما البيئه الحضريه مبني على تمبلت اخر اهو. لما اضغط عليه دبل كليك ده اللي هو الكلاودز او السحابي، هنخلينا في البيئه الصحراويه. طيب مكونه من عدد من الشرائح، اتكلمنا عن ازاي نضيف الشرائح، كليك يمين او انك تحدد وتضغط انتر او كليك يمين وتختار نيو سلايد او كنترول ام او من انسرت زي ما شرحنا فيما مضى. طيب ده بالنسبه لنورمال. نورمال تستخدم العرض ايه؟ تستخدم العرض الشرائح للتعامل مع عرض كل الشرائح، ده الوضع العادي او الوضع الطبيعي. طيب الجديد بالنسبه لنا اللي هي الصفحه الرئيسيه، الصفحه الرئيسيه بتعمل طي بالنسبه لجميع الشرائح الخاصه بالمديول او الوحده او النموذج اللي اسمه البيئه الصحراويه. ناخد بالنا يبقى ده. طيب الصفحه الرئيسيه اللي هي الماستر ديت بتقول لك اي تعديلات في الصفحه الرئيسيه هترتب عليها ضروره بالضروره تعديلات على جميع الشرائح الموجوده في نفس المديول المحدد او الوحده او الوحده او النموذج المحدد. طيب احنا دلوقتي واقفين في البيئه الصحراويه، حصل عمليه طي اهوت وظهرت اللي هي الماستر. لو عايز تظهرهم تاني تضغط على نورمال عادي ان تشتغل على الماستر، او انك تروح من فيو تختار ماستر. لو حبينا نعدل تعالوا بينا نعدل على كل جزئيه. بالنسبه لاسم الكورس تضغط عليه دبل كليك يفتح لك محرر نصوص اهوت. هنبدا نكتب البيان دبل كليك، هبدا اكتب مثلا ماده الدراسات، ادي ماده الدراسات الاجتماعيه، وبعدين اضغط دبل كليك واخليها بولد واغير شكل الخط زي ما انت عايز وتخليه ادي بولد واقول له اوكي. يبقى احنا كده غيرنا ادي العنوان هنا اهوت ادراج لوجو، اضغط دبل كليك على ادراج لوجو، وناخد بالنا ان دي هتاثر في الكل واهوت. وابدا هنا اختار اي حاجه نفس الطريقه كده، بس مهم جدا انك تقوم بعمليه ضبط بالنسبه للحجم بحيث انها تتناسب مع المساحه المخصصه لذلك، والا هيتم عمليه اخفاء بالنسبه لها اهوت. بصغرها بقدر المستطاع بحيث انها تظهر كده، ثم اقول له اوكي فيتم اضافتها وظهورها على هذا النحو، مع العلم انك تقدر تحرك هذه الشرائح كده اهوت باي طريقه هيت، تقدر تركبه مره اخرى لان دي عباره عن تكست تم وضعه في هذه الجزئيه وتقدر تظبطه. طيب بالنسبه للسلايد نيم، السلايد نيم ديت عند التنفيذ، عند التنفيذ وعند العرض هتبدا تاخد اسم كل شريحه. ناخد بالنا هي هنا غير ظاهره بدليل، تعالى لو استخدمنا دلوقتي فيو مديولز، احنا كده هنعرض المديولز اهو، او اف 5 او من مديولز نختارها اهو، هنا ظهرت البيانات اهي. تقول له ستارت، ادي التعديلات اللي احنا عملناها، وادي المسار الخاص بالمقرر او البناء او المحتوى التعليمي اهوت. ننتظر هنا بيقول لك نيم، دي بالنسبه للشريحه الاولى. هلاحظ ان عند البريفيس اهوت على علامه اكس، لان مفيش حاجه قبل الاول، قبل الاول مفيش. يبقى لما اقول له نيكست هتبدا تنشط معايا، قال لك انتايتلد، اقول له نيكست انتايتلد، وادي العنوان بتاع الكورس ظهر اهوت، وادي الصوره بالنسبه لها كلها. طيب نقوم بالخلق هنا اهوت. فهتقول لي والله عايز اسم الشريحه يظهر، اقول لك في الوضع ده حدد المديولز او الوحده او النموذج، وبعدين ادخل في طريقه العرض نورمال، ثم بعد ذلك قوم بتسميه كل شريحه. ازاي اسمي الشريحه؟ انك تضغط كليك يمين ثم تختار تسميه اللي هي رينيم، هسميها مثلا باللغه العربيه الشريحه الاولى مثلا، او شريحه المحتوى زي ما انت عايز. انا دلوقتي بس بنسميها كده بسرعه، ادي الشريحه الاولى، بعدين اقول اوكي. تعالى في الشريحه الثانيه كليك يمين ونختار رينيم، هنسميها الشريحه الثانيه، ادي الشريحه الثانيه، وبعدين اوكي اكتفيت بالتسميه دي. تعالى بينا دلوقتي، تعالى بينا دلوقتي لو احنا قمنا بعرض الشرائح او عرض الميديولز، لو عايز تعرض شرائح يبقى شيفت اف 5
او تروح من ميديولز تختار فيو سلايد يعرض لك الشريحه. ننتظر، هيعرض لك ادي الشريحه الاولى، تقول له نيكست، يقول لك ادي الشريحه الثانيه، طب الشريحه الثالثه، يقول لك انتايتل، لان احنا لم نقم بتسميتها، وهكذا بالنسبه لجميع الشرائح. طيب لو انت ضغطت على F5، لو انت ضغطت على F5 او ضغطت على فيو ميديولز هيعرض لك الميديول ككل. فعشان تعرض الميديولز لازم الاول شريحه التايتل، وبعد شريحه التايتل تضغط على ستارت ميديول، ثم بعد ذلك يبدا يعرض لك الشرائح عن طريق نيكست نيكست وهكذا. يبقى احنا استفدنا دلوقتي من شريحه الماستر ان انت بتضغط عليها من هي موجوده قدام حضراتكم، او من انس او من فيو اختار ماستر، انك انت بتجري التعديلات. هذه التعديلات بتسمع او بتظهر او بتبان على جميع الشرائح الموجوده داخل نفس المديول. طيب ده جميل. البعض لاحظ ان احنا في عندنا اتنين مديول اهو، المديول اسمه البقعه الحضريه، ده الكلاودز اهو، ليه شكل مختلف. لما احنا نحركه كده هتلاحظ ان التعليمات والبيانات خاصه موجوده هنا اهو مختلفه، بينما ده البيئه الصحراويه الميديولز تم بناؤه على قالب اسمه ستاندرد. القالب اللي اسمه ستاندرد اتاح لي 5 تبويبات، عايز اتحكم في هذه التبويبات. اقول لك تعال الاول ندخل على اف 5 او في ميديولز، او من ميديولز نختار في ميديولز وتعال نشوف شكلها، وبعد كده نقوم باجراء التعديلات. ادي ستارت ميديولز. هتلاحظ دلوقتي لما تضغط على كونتين بيبين لك الشرائح، وبالتالي بيسهل لك عمليه التنقل ما بين الشرائح بسهوله ويسر. طيب الهيلب ده عباره عن بيديك مساعده للتعامل مع البرنامج او اللي انت كتبته، بحيث انك تسهل عمليه التعامل مع المقرر او البناء التعليمي اللي انت قمت بانشائه. ادي هيلب مره اخرى. طيب الكالكوليتر على اساس انك تقوم باجراء عمليات حسابيه اهوت بسهوله، يديك الناتج اهو. طيب بالنسبه للسيتنج ده عشان تتحكم في الاعدادات بنفس الطريقه وهكذا. البعض يقول لي طب والله انا عايز اتحكم فيها، اقول لك عشان تتحكم فيها الاول تكون في وضع ماستر، او يبقى لازم تكون في وضع ايه؟ ماستر. لو انت في وضع عرض الشرائح مش هتقدر تتحكم فيها، يبقى لازم تكون في وضع، عشان تتحكم في هذه التبويبات لازم تكون في وضع ماستر. وفي وضع ماستر هتبدا تضغط دبل كليك، لما تضغط دبل كليك بيقول لك هتقدر تعدل هنا التبويب تاني، اقول لك انتقل الى الجزء الخاص بالمهام وابدا اضغط دبل كليك عليها. يبقى هنا خاص بالبوزيشن اهوت، هنا خاص بايه؟ هنا خاص بالمحتوى. انا عايز الهيلب هعدل لكم اثنين، هنا خاص بالهيلب. طيب هنا انت خاص بالهيلب، عايزين نعدل الهيلب الشكل بتاعه، عايزين نكتب مثلا مساعده، بدل ما بيظهر هيلب تظهر مساعده، يبقى بدل ما يظهر هيلب كده اهوت تظهر مساعده، فانت عايز تغير الشكل الخاص بيه. اقول لك عشان تغير الشكل الخاص بهذا التبويب اذهب الى المجلد اللي انت انشاته على سطح المكتب اهوت، عملت تصغير، ادي مدرسته من المؤمنين بتسوق للمتابعين، وادي المجلد اللي تم انشاؤه اسم الترم الثاني، والشريحه بتاعتنا اهيت، الشريحه بتاعتنا اللي هي الشريحه هي المفترض انها الشريحه الاولى، مفترض انها الشريحه الاولى اللي هي خاصه ب البيئة الصحراوية. من البيئة الصحراوية اختار ايمج، ومن ايمج انت بتتكلم على هيلب، يبقى هتختار مجلد اسمه هيلب، ومن هيلب هتبدا تدخل على الصور المتاحة وليكن في اللايت بلو او الاوليف او الاورانج زي ما انت عايز اهوت، ثم بعد ذلك هتظهر لك هذه الصور، هذه الصور اضغط كليك يمين وافتحها في طريق الرسام وقم بعملية التعديل. ضغطت كليك يمين ثم هفتح اوبن ويز، ومن اوبن ويز هقول له الرسام، على سن انا عايز اعدل، بدل ما مكتوبه هيلب اخليها اجي ضغط مثلا على روتيت بحيث انها تتاح لي المساحه اهوت اهوت، ثم بعد ذلك امسح كلمه هيلب عن طريق الممحاه مثلا كده اهوت مثلا، وبعدين اكتب باللغه العربيه هنا اهوت المساعده، اكتب باللغه العربيه الت وشيفت يمين المساعده. انا بقول ايه؟ لو انت عايز تعمل تعديلات ادي المساعده، ثم بعد ذلك اهوت هاجي اثبت هذه التسميه، واقوم باستخدام اداه الابطاره عشان اخد هذا اللون، ثم استخدم اداه التعبئه واقوم بتعبئه هذه المنطقه اهيت. خلصت، اقدر ارجعها مره اخرى لوضعها اسمه كده، وبعدين اضغط على الاغلاق او اقوم بعمليه الحفظ. بعد ما وصلنا هذه الجزئيه ارجع تاني للمشروع الخاص بيا، وهنيجي عند الهيلب اهوت، اضغط على الهيلب. انت دلوقتي في تبويب هيلب ضغطنا عليه اللي هو 31، ثم الغي علامه اليوز ديفولت تاب دهيت، واختار اللي هي الامبليد تاب اللي هي عمليه التضمين، اجي ضغط على السهم اهوت، وبعدين اذهب الى المكان هشوف احنا مسميه مدرسه ام المؤمنين بدي سوق،
ثم بعد ذلك اختار الترم الثاني، اذهب للمكان الخاص بيا، ثم واحد، ومن واحد هختار ايمج، ومن ايمج هختار الهيلب، هنختار الهيلب، ومن الهيلب هختار اللايت بلو، ومن اللايت بلو هختار المساعده، وبعدين اقول له اوبن فيتم اضافتها. ما اقفش عند كده، لا، اقوم بقى باضافه بقيه الايه الصور الثانيه على هذا النحو، بحيث انها كلها تظهر، ما يظهرش علامات استفهام. كان ممكن اعدلها كلها، يبقى بضيف الاربعه مع حضراتكم بنفس هذه الطريقه، ثم اقول له اوكي. تعالوا بينا كده لما احنا نستخدم العرض لهذا المديول بالشرائح الموجوده فيه، ثم هضغط على ستارت، هلاحظ ادي المساعده، اضغط عليها تديني كده، ادي مساعده اهي اهي، ادي مساعده. وناخد بالنا الشكل كده بيتغير ليه؟ لان انا بس غيرت حاجه واحده فقط. طيب البعض هيقول لي حاجه جميله جدا، طب انا عايز اغيرها الى اللغه العربيه المحتويات بتاعت المساعده. اقول لك طيب يا سيدي اعمل ايه؟ اضغط على اللي هي 31، نيجي في خانه البارامترز دهيت، انت ممكن تغير الالوان وتغير الحجم، موجود هنا هو قدام حضراتكم، لكن تعالى في البارامترز هنا عشان نغير المحتوى. قوم بالنسبه للاريال تكست، اضغط على تي اي دهيت، واكتب المحتوى اللي انت عايزه على هذا النحو. انا همسح كل البيانات دهيت، كل البيانات مع حضراتكم، احددها عن طريق مثلا كنترول ايه، ثم هكتب بسرعه كده مثلا ادي قناه طارق نجار التعليميه، وبعدين اكتب ادي ارشادات عامه، وبعدين هقول له اضغط على واحد واكتب اي ارشاد، ثم اثنين، ثم ثلاثه، وتكتب انت الارشادات اللي انت عايزها، وبعدين تحدد الكل مثلا عن طريق كنترول ايه وتعمل لها توصيل، ثم اقول له اوكي، ثم اوكي. تعالوا بينا لما نقوم بعرض، لو عايز عرض الشريحه شيفت اف 5، لو عايز عرض المديولز اللي هو البيئه الصحراويه اضغط على فيو موديولز او اف 5 او مديولز فيو موديولز. تعالوا بينا كده اثناء التنفيذ هنشوف دلوقتي النتيجه. ادي اهوت، ننتظر، اضغط كده على مساعده، هتلاحظ الكلام الهلب اللي انت كتبته ظهر قدامك بهذه الطريقه، برافو عليك، يبقى انجزني. ده الكلام ده بالنسبه للكل، عايز مثلا الكالكوليتر هتبدا تدور على الكائنات او الفريمات ده دبل كليك لحد ما تاخد ادي الكالكوليتر، تقدر تغير العنوان بدل كالكوليتر من اللغه الانجليزيه، تقوم بتصميم داخل المجلد اللي احنا تم انشاؤه وتسميه الحاسبه، تقدر تتحكم في الالوان الخاصه بيه وفي النصوص وفي كل البيانات، وبكده تقدر تعدله. الكلام ده بالنسبه لهذا المديولز. طيب لو جينا للمديولز الثاني او الوحده اللي اسمها البيئه الحضريه، اضغط عليها دبل كليك، اتفتحت كده قدامك. لو انت عايز تضيف او تعدل، قلنا خلاص عمليات الاضافه عمليات الحذف، انك تضغط كليك يمين وديليت او تحدد وتعمل ديليت او تضيف اللي هي نيو سلايد او تعمل دوبليكيت او تغير الاسم زي ما انت عايز، او تتحكم فيها انك بتقف عند في وضع اللي هي الماستر، ومن الماستر تبدا تحدد كل كائن وتضغط عليه دبل كليك، وتقدر تعدل الاسم وتنسقه. بينما السلايد نيم دي اسم الشريحه لازم تكون في الوضع النورمال هو العادي، وتقوم بالتسميه عن طريق كليك اليمين وتختار نيم. لكن اللي احنا عايزين نقوله هنا مع حضراتكم ان هنا اهوت اختلفت، عايزين لو احنا قمنا بعرض هذا المديولز، ناخد بالنا ظهرت لنا شريحه بدء مختلفه عن اللي فات. هقول له ستارت مديول، ناخد بالنا اهو تبدا هنا اهوت، في هنا اهوت عناصر هنا، ده نضغط عليه، ده الهلب المساعده عايزين نعدله مثلا، وده المحتوى اللي بيظهر لك الشرائح، اسماء الشرائح الموجوده داخل هذا المديولز المحدده بنفس الطريقه وبنفس الفكر. هنعمل ايه؟ هتبدا تضغط على العناصر لحد ما توصل الى الهلب. نشوف كده مع حضراتكم، نوصل للهلب عن طريق مثلا الضغط المتكرر على هذا النحو، بحيث انك توصل، وصلنا للهلب. من خلال وصولنا للهلب هنبدا نغير، ادي النص الموجود اهو، تقدر تكتب نص جديد، وادي الهيدر الخاص بيه، وادي الزرار تقدر تغير شكل الزر. انا هعمل كذا بس اوريه لحضراتكم شكل هذا الزر، ده شكل الزر نقدر نغيره اهو، يبقى كده قدامنا تقدر تغيره، انك تعرف المسار الخاص بيه وتقوم بعمليه التعديل. لو عايزين نبدا نغير العنوان بدل ما هي هيلب كده اهو، هنكتبها مثلا المساعده، يبقى احنا بنعدل البيانات الموجوده، ادي المساعده، وادي النص الموجود على النافذه اهو، تبدا تغير كل البيانات اللي انت عايزها عن طريق كنترول ايه، ثم الضغط على ديليت، وتكتب اي بيانات خاصه بيك وتعمل لها اعدادات، ثم مثلا اوكي.
لما نيجي دلوقتي في عملية العرض بالنسبة لهذا المديولز واقول له البداية، تعالى بينا كده نضغط على الهيلب، هتلاحظ ان كلمة هيلب باللغة الانجليزية اتشالت وبقت بالمساعدة، وادي بقية البيانات، وتقدر تعدي كل البيانات الخاصة بهذا المديولز. اتمنى ان انا اكون وفقت ان انا اقوم بعرض سريع لهذه البيئة، لان في الفيديو القادم ان شاء الله عز وجل هيكون خاص بادراج الكائنات او الاوبجكت. تقبلوا تحياتي، انا طارق النجار من قناة طارق النجار التعليمية www.youtube.com/mrtarinagar او المنتديات والمواقع التي نشرف عليها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على اشرف خلق الله نبي الهادي الامين محمد عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان يوم الدين. بصور قناة طارق النجار التعليمية تستقبل مع حضراتكم سلسلة الشروحات المتميزة. اليوم بنستكمل مع حضراتكم الجزء الثالث من اعداد مقرر تعليمي الكتروني بواسطة برنامج كورس لاب، ودي تشكل المحاضرة الخامسة، وسوف نتبعها بمحاضرتين أخريتين لعملية كتابة الأسئلة والاختبارات، أسئلة التقويم والاختبارات والامتحانات. دائما وأبدا بنسعد بآرائكم واقتراحاتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناة طارق التعليمية على اليوتيوب www.youtube.com/mrtarinagar أو المدونات والمواقع التي نشرف عليها. تعالوا بينا نستكمل الجزء العام. بداية نذكر حضراتكم بالبرنامج، بنستكمل ما قمنا به من المحاضرات السابقة. هنبدأ مع بعض نتعلم كيفية إضافة تعليقات وصور وملفات داخل شرائح هذا البرنامج المتميز كورس لاب. أول حاجة تعالوا بينا نتكلم على آدي البالون، عايزين نضيف داخل الشريحة الأولى في المديول أو في الوحدة التعليمية المسمى البيئة الصحراوية، هنضيف مثلا حاجة سيمبل زي دي كده أو ستاندر، نضغط ونسحب بالطريقة دي كده ونضغط أهوت، ثم نقوم بعملية التحريك. دي عبارة عن تعليقات، هتضغط على دبل كليك وهنبدأ نغير المحتوى، بدل ما هو بالون تكست جو هير هضغط كده أهوت وأقول مثلا ده تعريف، وليكن نسمي كده مع بعض، هنسميه تعريف البيئة الصحراوية، تعريف البيئة الصحراوية، تعريف البيئة الصحراوية، ونقوم بتحديده ونجعله بولد وفي المنتصف، وممكن نكبر حجم الخط ونلونه زي ما احنا عايزين اهوت، ونختار ادي الالوان، او ممكن تختار مكرر زي ما انت عايز وتضيف هذا اللون اهوت، ثم بعد ذلك اقول له اوكي. ولو عايز تتحكم في الخلفية او في لون ادي الباك جراوند، تختار في تشكيلة من الالوان، تقدر تختار وتختار شكل الاسهم، مش ناخد بالنا ان شكل الاسهم كده لاسفل، ده اسمه بوتوم ليفت، تقدر تغيره وتخليه الاعلى او لليمين او للشمال، بس انا هتركه زي ما هو، ثم اقول له اوكي على هذا النحو. بعد ذلك عايز اضيف للتعريف، ممكن اجي ضايف مربع نص، ادي مربع نص، ثم هفتح الملف اللي فيه هذا التعريف، ادي البيئة الصحراوية، اقوم بتحديدها ونسخها سواء من ملف وورد او من ملف باوربوينت ايا كان هذا الملف، ثم اضغط دبل كليك على مربع النص واقوم بتحديد هذا النص، واضغط كليك يمين لزق وننتظر، ثم اقوم بعملية التحديد للكل اهو عن طريق مثلا كنترول A، ثم توسيط، واقدر اكبر واغير واعمل كل التنسيق كده، غير نوع الخط واجيب وسط واوضع صور الى اخره، ثم اضغط على اوكي على هذا النحو، واقدر احركها كده اهوت، ونقدر نكبر حجم الخط. يبقى دي الشريحه الاولانيه، تعريف البيئه الصحراويه، هي البيئه التي يقل فيها المطر ويسود فيها الجفاف والفقر الشديد في النباتات مع ندره الحيوانات، ده تعريف. طيب بعد ذلك لما عملنا حاجه زي كده، ممكن تضيف بعض الاشكال من البالون زي ما انت عايز، في اشكال جميله جدا تقدر تضيفها، بس هنكتفي بهذه الجزئيه، هنختار شريحه اخرى. ومن الشريحه الاخرى تعالوا بينا نتعلم مع بعض اضافه وليكن صوره عن مثلا عن مصر، بتوضح البيئه الصحراويه، هل هي موجوده في هذا الملف؟ هذا هو الملف اللي بيتكلم على البيئه الصحراويه، اذا كان في صوره نقدر نعملها كوبي، ما كانش فيه
تقدر تبحث عنها وتقوم بعملية الإدراك أيا كانت، فالعملية بسيطة جدا بالنسبة لنا. المهم إنه يكون متوفر عندك الداتا الكافية اللي تحسن استغلالها. طب لو عايز تضيف صورة هتضيف إزاي يا شباب؟ العملية بسيطة جدا، عادي اهوت، ممكن نختار حاجة زي دي كده اهوت اهيت، ونعمل عملية دراج اند دروب، ثم نبدأ نحركها ونضغط عليها دبل كليك، ونكتب مثلا صورة للماستر، هنبدأ نغير اهوت، وتبدأ نكتب هذه صورة صحراوية لمصر، هذه صورة لصحراء مصر، ثم تحدد ونخليه بولد ونكبر حجم الخط ونجعله توسيط وتغير الى اخره، ثم اوكي وادي اوكي، ثم انتظروني هقوم بعملية البحث واضافة هذه الصور. بعد ذلك هنقوم بالضغط على ادراج صورة من جهاز الكمبيوتر او من الكليب ارت، نضغط من خلال الكمبيوتر، الصورة اسمها صحراء مصر اهيت، نبدأ نختارها، ثم بعد ذلك اضغط على اوبن فيتم اضافة الصورة على هذا النحو. ننتقل الى شريحة رقم 3، شريحة رقم 3 عايزين نضيف ملف، هختار اكسترنال، هنضيف ملف وورد اهوت، هنجي ضاغطين كده اهوت مع حضراتكم، اضغط واسحب تمام اهوت ده، اضغط عليه دبل كليك، هسمي، هقوم بادراج الملف. ولكن قبل ما اقوم بعملية ادراج الملف، يا ريت ناخد بالنا من هذه النصيحة الغالية، انك انت هتقوم بنسخ الملف داخل هذا المجلد، وليكن هذا الملف، ادي كليك يمين اللي هو تاج، هعمل كوبي وهذهب الى المجلد الذي يحتوي على البروجكت او المشروع او البرزنتيشن او الملف الذي تم انشاؤه باستخدام برنامج كورس لاب، اضغط دبل كليك على المجلد الرئيسي وادي المجلد الفرعي، ثم بعد ذلك هضغط كليك يمين في هذه الخانة عند هذه المجلدات، ناخد بالنا واحد واثنين، يعني مديول واحد ومديول اثنين، واعمل بيست بالنسبة لهذا الملف سواء كان وورد او باوربوينت او اكسس الى اخره، ثم بعد ذلك هذهب الى المشروع الخاص بي، اضغط دبل كليك على هذا الملف واقوم بالضغط من فايل، اضغط على الثلاث نقط، ومن الثلاث نقط اقوم بفتح المشروع اللي هو الخاص بالمدرسة، ننتظر الى ان تبدأ تظهر امامنا اللي هي مدرسة ام المؤمنين بالسوق، ثم هختار الترم الثاني، ثم هختار الملف الوورد اهوت واقول له اوبن، ثم الكابشن، اضغط على الكابشن واكتب بيان او توضيح هنا اهوت، اضغط لاستعراض وفتح الملف، واقوم بالتحديد، ثم بولد، ثم توسيط، ثم تكبير حجم الخط لو انا محتاج، ثم اقول له اوكي، ثم اوكي او اوكي وابلاي، وناخد بالنا من الكليك بتاع الماوس اهوت. بعد ذلك لو عايز تضيف ملف اخر، ملف باور بوينت، هنقوم بالبحث عن هذا الملف، وهنكرر بنفس الطريقة ان احنا نضغط ونقول انا هقوم بعملية بحث مع حضراتكم على هذا الملف، بكون مجهز الملف الاكسل او الباور بوينت او الوورد، ثم هختار الاكسترنال فايل اهو عن طريق الضغط كده، وبعد ذلك هروح احدد الملف الموجود فين اهوت، اقوم بنسخ هذا الملف، ادي كليك يمين كنت بعمل بحث واعمل كوبي، ثم بعد ذلك اقوم بالاتجاه مباشرة الى المجلد اللي اسمه المدرسة، ثم المجلد اللي هو الترم الثاني، ثم داخل الترم الثاني اجي ضاغط كليك يمين وقايم بعملية لزق بالنسبة لهذا الملف اللي هو الباوربوينت او الاكسل او الاكسس، ثم ارجع تاني وافتح المشروع الخاص بي واضغط دبل كليك واضغط من فايل بالباراميترز، هبدا اختار هذا هو الملف الباوربوينت واقول له اوبن، وبعدين اكتب بيان او نص زي ما انا عايز باي طريقه واقول له اوكي ثم اوكي. طيب نيجي في شريحه رقم 4، عايزين نضيف ميديا اللي هي مقاطع فيديوهات او افلام او اغاني الى اخره، هنختار ميديا، ومن ميديا هنختار فيديو على هذا النحو، ثم اضغط دبل كليك، قبل ما اضغط دبل كليك اقوم بنسخ الملف اللي انا عايزه، ادي ملف اغاني موجود عندي في اغاني الاطفال، ملف اغاني الاطفال هبدا اختار، ادي اغنيه شعبيه، اقوم بنسخها عن طريق اهوت كليك وكوبي، ثم اقوم بلزقها في المجلد اللي اسمه الترم الثاني في المجلد الرئيسي مدرسه ام المؤمنين، اضغط كليك يمين
واقول له بيست على هذا النحو. مهم جدا ان كل الاوبجكت او الكائنات يكونوا داخل المجلد اللي انت بتشتغل عليه، على اساس لما تعمل عمليه ببلشر، عمليه نشر، بيتم اخذ نسخه من هذه الملفات بحيث انه يعمل ارتباط ما بينها. ثم بعد ذلك اتجه الى البرنامج الخاص بي اللي هو الكورس لاب، واضغط على الايكونز او هذا الكائن، وفي خانه فايل هاجي ضاغط على الثلاث نقط، ثم احدد الفيديو على هذا النحو واقول له ابن. اول ما اختارها في كان ممكن دلوقتي يو ار ال ان هو عنوان انك تقوم باستعها من النت، هنا هو تشتغل تلقائيا اوتوماتيك، ولا تشتغل في الميديا بلاير، ولا في الكويك تايم زي ما انت عايز. هو ليكن مثلا في الويندوز ميديا بلاير، وبعدين بتختار موفي اوتو ستارت، عمليه التشغيل الافلام، وممكن تحدد الخصائص الخاصه بيه ثم تقول له اوكي، ثم ممكن تقوم بعمليه ضبط بالنسبه لحجمها بحيث انها تظهر بهذا الشكل مع حضراتكم اهوت. قمنا بعمليه ضبط بهذا الشكل. تعالوا بينا نقوم بعرض هذا المديول اللي هو البيئه الصحراويه. اما تضغط على فيو مديول او اف 5 او من مديول تختار فيو مديول، هيبدا يعرض لنا شريحه التايتل، ومن شريحة التايتل هي ادي مادة الدراسات، وادي الشكل، وادي العنوان. اضغط على ستارت مديول، من ستارت مديول بيجيب لي الشريحة الاولى اللي هو تعريف البيئة الصحراوية، ثم انا اضغط نيكست للانتقال الى الشريحة الثانية، او اضغط على هذا السهم الانتقال ما بينهم حسب التسمية ان قمت بعملية التسمية. ادي نيكست، ادي الصورة، ادي نيكست للملف، واضغط على الملفات تتفتح، ادي نيكست، وانتظر الى ان يتم اظهار هذه الشريحة، او انك تضغط على اسكيب لود وننتظر مع حضراتكم فيتم تشغيل الفيديو على هذا النحو. عايز تكبره تضغط دبل كليك، عايز ترجعه تاني او توقفه بهذه الطريقه. دي اشهر الكائنات الاوبجكت لايبراري الموجوده اللي انا ممكن استخدمها، رغم ان انا ممكن اقدر استخدم في الاجنتس دهيت. هاجي ضاغط كده اهوت واجي عامل دي زي مساعدات بتقوم ببعض زي الرسوم المتحركه، اقدر استفاد بيها في عمليه الحركه وعمليه كتابه التعليقات. بس المره دي تعالوا بينا نقول من المديول، نختار المره ديت فيو سلايدز العرض هذه الشريحه وليس المديول، عشان نشاهدها كده مع بعض. نشوف كده الحركه الموجوده فيها، ممكن تركب عليها صوت، ممكن تركب عليها بعض البالونز بحيث انك تعمل مجموعه من التعليقات. بعد ما بتخلص العمل الخاص بيك واعداده وشرح والادراج الى اخره، بتقوم بعمليه حفظ هذا الملف الذي ياخذ امتداد دبليو سي ال، وزي ما قلنا بتقدر تتكون من كذا وحده تعليميه، والوحدات تقدر تنشئ زي ما انت عايز اللي هي المجلدات، تقدر تنشئ داخلها الشابتر او الفصول. اتمنى ان انا اكون وفقت في شرح المبادئ والاساسيات لهذا البرنامج المميز، وانتظرونا في كيفية إعداد الأسئلة والاختبارات وتحديد الوقت وكيفية عمل معادلات رياضية في صورة أسئلة والأسئلة المتعددة. سعدت بكم، أنا طارق النجار من قناة طارق النجار التعليمية، أتمنى أكون وفقت في شرح الجزء الثالث من إنشاء مقرر أو محتوى تعليمي إلكتروني. إن شاء الله أسفل هذا الفيديو سوف تجدون جميع الفيديوهات الخاصة بشرح هذا البرنامج، ومن ضمنهم الفيديوهان الخاصان بإنشاء الأسئلة والاختبارات الإلكترونية والتي تتميز بتحديد الوقت والتغذية العكسية الفيدباك. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. بصورة قناة طارق النجار التعليمية تستكمل مع حضراتكم سلسلة الشروحات المتميزة. اليوم بنستكمل مع حضراتكم اعداد مقرر تعليمي الكتروني ووسيط البرنامج كورس لاب، وده الجزء الرابع. كنت اتفقت مع حضراتكم ان انا هيكون في ثلاث اجزاء فقط، ان هذا الكورس اللي هو للمبتدئين عباره عن سبع محاضرات. المحاضره الاولى هي التحميل والتسطيب والتفعيل مدى الحياه لبرنامج كورس لاب، المحاضره الثانيه هي تعريف هذا البرنامج، ثم ثلاث محاضرات لكيفيه اعداد مقرر تعليمي الكتروني بوسط هذا البرنامج، ثم المحاضره السادسه والسابعه هي كيفية إعداد أسئلة واختبارات إلكترونية وأسئلة تقييم. ولكن بعد نشر بعض المحاضرات طلب مني الأصدقاء إعداد محاضرة أخرى على المقرر التعليمي خاصة بالتعامل مع النصوص والرسومات والصور،
لذلك خصصنا هذه المحاضرة وهي الجزء الرابع من إعداد مقرر تعليمي إلكتروني، وهي المحاضرة رقم 6. دائما وأبدا بنسعد بآرائكم واقتراحاتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناة طار النجار التعليمية على اليوتيوب www.youtube.com/mrtarnagar، والمواقع والمدونات التي نشرف عليها. تعالوا بنا ننتقل للجزء العملي. بنستكمل مع حضراتكم ما بدأناه، قلنا ان احنا خلال المحاضرات السابقه في اعداد مقرر تعليمي الكتروني كانت الماده او الكورس هي او المقرر هي ماده الدراسات الاجتماعيه للصف السادس الابتدائي، لك مطلق الحريه في شرح الحاسب الالي، في العلوم، في الكيمياء، في الفيزياء، في اللغه العربيه، زي ما انت عايز. واتكلمنا ان احنا هيكون عندنا عدد 2 ميديولز اللي هو نموذج او وحده تعليميه، والوحده التعليميه هي جزء الوحده التعليميه تتكون من عدد كبير من الشرائح. اليوم بنستكمل مع حضراتكم كيفيه التعامل مع النصوص والرسومات والصور. هختار دلوقتي الوحده التعليميه اللي اسمها البيئه الحضريه، مكونه عندي من 3 شرائح 3 سلايد. هنبدا التعامل في النصوص. في اكثر من طريقه للتعامل انك تقوم بكتابه نص داخل السلايد او الشريحه. الطريقه الاولانيه من شريط الادوات، ادي مش نضغط على مربع نص ثم اهوت نبدا نحركه ثم تضغط عليه دبل كليك وتكتب النص اللي انت عايزه باللغه العربيه الت و شيفت شمال. مثلا هنكتب قناه طارق النجار، احنا في مرحله التعليم طارق النجار التعليميه على اليوتيوب مثلا على هذا النحو. ممكن كمان تكتب باللغه الانجليزيه الت و شيفت شمال www.youtube.com/mr-طارق النجار. خلصت، تقوم بعمليات اهوت عمليات التحديد عن طريق كنترول A مثلا او عن طريق الضغط والسحب، او بعد ذلك هنخليها ديبولد، هنخلي توسيط، عايز تلونه بتلونه زي ما انت عايز باي لون باي طريقه. اوكي يا شباب، ادي التلوين، او تختار مور كلر، من مور كلر تختار لون اهوت من هذه المنزلقات، تختار اللون الاسود مثلا، تبدا تختار لون اسود مثلا او اي لون اخر، وممكن تكبر حجم الخط ثم تقول له اوكي. بعد ذلك تقوم بعمليه ضبط لمساحه العمل اهي بالطريقه دي زي ما احنا شايفين. دي طريقه. الطريقه الثانيه انك تذهب الى قائمه انسرت، ومن انسرت هتختار تكست بوكس، ومن تكست بوكس اهي بنفس الطريقه تقدر دبل كليك، ومن دبل كليك في مربع النص بدل ما تكتب نص ممكن في الوقت ده تستعين بمحرر النصوص اللي بيظهر قدامك في ادراج مثلا جدول. ادي نضغط على ادراج جدول اهوت، تحدد عدد الكولمز الاعمده وعدد الرز الصفوف والاتساع الخاص بيهم، وتحدد الالوان، وتحدد حجم البوردر ولون البوردر والمسافه الداخليه ما بين الخلايا والهوامش الى اخره. بعد ذلك اقول له اوكي ثم اوكي فيتم ادراجه، واقوم بتحديد مساحه العمل على هذه الطريقه، واقوم بالنقل بنفس هذه الطريقه زي ما احنا شايفين. ادي كيفيه الادراج. يبقى دول الطرق المستخدم لادراج نص بسهوله، او انك احيانا لما تضغط على العناوين الموجوده ديت عن طريق الدبل كليك، بس في الوقت ده لازم تكون في وضع اللي هو الماستر. لما تكون في وضع الماستر هيسمح لك انك تغير العناوين عن طريق دبل كليك، يطلع لك محرر النصوص اللي من خلاله تقدر في تراجع، وادي في ريبيت عكس التراجع، وقص ونسخ ولزق، ومحاذاه لليسار، وتوسيط محاذاه لليمين، وتعداد رقمي زي الوورد بالظبط اللي هو سلسله من الارقام 1 2 3 وهكذا، تعداد نقطي، ادراج صوره، ادراج جدول، ثم عمليات التحكم في عمليه ادراج الجدول عن طريق ادراج عمود او ادراج صف او دمج خلايا، ثم اختيار الخط وحجمه والتنسيقات المختلفه بالنسبه له، حتى عمليه البحث لو في نص تضغط على بحث. طيب الكلام ده بالنسبه للنصوص. هندخل تاني في الوضع اللي هو النورمال، هنتكلم على ادراج صوره. عشان تدرج صوره يبقى من الشريط من اهوت، من شريط الادوات الرئيسي دهوت، قدامك كام طريقه لادراج الصوره. ادي طريقه، ادي من الشريط، نضغط على انسرت كليب ارت، ومن كليب ارت تنتظر الى ان يتم تحميل كليب ارت لو في كليب ارت في وسائل المساعده، لو ما كانش فيه اضغط على ادراج بكتشر صوره، ودي هتدرجها من خلال السي دي بتاعك او من خلال
الفلاشة أو من خلال جهاز الكمبيوتر، تبدأ تبحث عن الصور الموجودة عندك ثم تختارها. خد بالك من امتداد الصور، هو دي الامتدادات اللي ايه المتاحة. وبعد ما تختار الصورة تقول له اوبن، فيتم إضافة الصورة على هذا النحو. تقدر من خلال هذه الصورة انك تتحكم كده في حجمها، ادي التحكم في حجم الصورة. تقدر تضغط دبل كليك عليها، هيديك عملية التنسيق لو انت عايز تعمل تعبئة بالنسبة لها. احنا نفضل انها تكون نوفل. لو عايز الشفافية نشوف كده الشفافية كده مع حضراتكم، نقول له كده ابلاي عشان نشوف مش لاحظ كده انه لونها اصبح باهت، وهكذا ترجع تاني تخليها بدون شفافية. الخطوط اللي حوالين الصورة عايزها تظهر تختار انه لاين، واشكال الاعمدة الموجودة كمان، الحجم تقدر تتحكم فيه، والبوزيشن اللي هو مكانها سواء كان الافقي او الرأس الهوريزنتال او الفيرتيكال، والديسبلاي طريقة العرض الخاصة بيها، او انك تركب صوت يكون بيشتغل معاها تلقائيا مع هذه الصورة. طيب اهو احدد الصورة كده والغيها، بعد ما احددها اضغط ديليت. نقف على اي شريحة تانية. في طريقة تانية انك تدرك صورة، انك تروح من انسرت، ومن انسرت هتختار بكتشر، ومن بكتشر المفترض انه يتيح لك 3 اختيارات، اللي هي انك تدرك صورة من كليب ارت او من البكتشر او اللي هي الاشكال التلقائية. يبقى هم دول الطرق اللي هتستخدم لادراج صورة. طيب تعالوا بينا نضيف من اهوت، نختار من اهوت اللي هي الكائنات، ومن الكائنات اقدر اختار نشوف كده مع حضراتكم بعض الاشكال. هنختار مثلا اوتو شيبس اللي هي الاشكال التلقائيه. يبقى دي تالت طريقه انك تختار من هنا. هذا ادر كليب ارت، لو في كليب ارت اللي هي من جزء المهام، او من الاوتو شيبس. من الاوتو شيبس تبدا تختار الاشكال التلقائيه عن طريق الضغط والسحب اهوت، عن طريق الضغط والسحب، وتقوم بعمليه الالقاء. عايز تتحكم فيها بتضغط عليها دبل كليك، يبقى كده اهو دبل كليك هنا بيفتح لك محرر النصوص، يبقى تقدر تكتب جوه هذه الصوره. هنكتب مثلا، هنكتب برنامج كورس لاب، برنامج كورس لاب، يبقى ديت للكتابه. ثم تقوم بعمليه التحديد ونخليها بولد، ونخليها توسيط مثلا، وتغير اللون الى اخره، واقول له اوكي هيتكتب عليها. البعض يقول لي عايز اغير شكلها وسمكها والوانها، اقول له اضغط كليك يمين، ومن الكليك يمين اختار فورمات اوتو شيبس، فورمات اوتو شيبس، ومن فورمات اوتو شيبس اختار كلرز اند لاين، ومن كلر اند لاين اختار الكلر اللي انت محتاجه اهوت للتعبئه، وقول له اوكي على هذا النحو. اذا قدرنا ببساطه نحن نغير اللون، ممكن تغير او دبل، قلنا دبل كليك هيفتح محرر النصوص، بينما الاشكال التلقائيه اضغط كليك يمين واختار فورمات اوتو شيبس، ومن اوتو شيبس اقدر اغير ادي اللون، واقدر اغير الشفافيه، حتى اللون المحيط الخارجي دهوت ممكن نخليه بدل ما هو اسود اخليه ازرق، واقول له اوكي. تعالوا بينا اوكي، هنلاحظ ان ادي البرواز او الاطار الذي يحيط بهذا الشكل، وقلنا ان احنا بنضغط كليك يمين، من كليك يمين نختار فورمات اوتو شيبس، نقدر نتحكم في خصائصه وحجمه، وحتى الروتيشن اللي هو الدوران الخاص بيه من سايز، اختار الروتيشن اهوت، نقول له كده اوكي. يمكن تبان اكتر مع القلب، اضغط كليك يمين كده على القلب واختار فورمات، ثم هختار هخلي الروتيشن بالطريقه دي كده، يبقى في درجه ميلان، واقول له اوكي. تلاحظ انها تم املتها بهذه الطريقه. طيب لو كان في اشكال تلقائيه كده فوق بعضها وعايز تتحكم فيها، ادي 3 اشكال تلقائيه في الوقت ده، بينشط هذا الشريط. يبقى هنا اهوت هيبقى ارسال الى الخلف خطوه، هنا اهوت ارسال الى الخلف، هنا ارسال الى الاحضار الى الامام، يبقى الامام، يبقى الاخير يكون الاول، او الثاني يكون الاول، او الثالث يكون الاول. بينما ارسال الى الخلف اللي هو الاول يكون الاخير، بينما لو عايزه يتقدم خطوه واحده تقول برينج فورورد، تقدم خطوه واحده للامام، عايزه يتاخر خطوه واحده تختار سند باك وورد. طيب بالنسبه لعمليه التحريك كمان عندك هذه المؤشرات، هنا يحركه الى اعلى بمعدل بكسل، هنا ينزله الى اسفل، هنا هو يحركه الى اليسار، هنا يحركه الى اليمين، بالاضافه للتعامل مع الجداول. لو انت عايز تعمل تعبئه برضه ممكن تختار من نواة التعبئه، ومن التعبئه تقدر تختار التعبئه المناسبه. ده البرواز، بينما دي التعبئه في الكلر اهي، ادي في الكلر. يبقى انت قدامك عشان تغير التعبئه او لون الخط انك تضغط كليك يمين وتختار فورمات اوتو شيب، وتغير من الكلر اند لاين، وتغير الحجم والروتيشن والبوزيشن والديسبلاي والساوند، او انك من شريط الادوات ده هو الخاص بالتنسيق انك تختار ديت التعبئه. يبقى ده هيغير لك لون التعبئه، وده هيغير اللي هي اللاين كلر اللي هو لون الخط المحيط بهذا الشكل.
وهكذا بالنسبة للتعامل مع هذه الأشكال. طيب ده بالنسبة للأوتو شيبس والكليب أرت وجميع الكائنات وعملية الكتابة وعملية الإرسال للأمام والإرسال إلى الخلف. كذلك من ضمن الحاجات المتميزة إنك تقدر تتحكم في حجم الشريحة على الشاشة من هنا. هو أنا أفضل إنها تكون 100 على أساس إنك تقدر تتعامل معاها بمهارة وبيسر. بالإضافة إن إحنا عندنا هنا هو برضو من ضمن اللي هي منطقة المهام في حاجة اسمها فلوشارت. فلوشارت ديت عشان لو أنت هترسم خرائط تدفق اللي هي الأدوات الخاصة بخرائط التدفق، وتقوم بالضغط والسحب على هذه الطريقة تقدر تغير اللون وتقدر ترسم خريطة التدفق بالطريقة اللي أنت عايزها ماشي. وعن طريق انك تتحكم في خصائص انك تقدر تكليك يمين وتختار فورمات لانها اصبحت شكل من الاشكال التلقائيه، او انك تكتب عليها عن طريق الدبل كليك يفتح لك محرر النصوص. كذلك بالنسبه لللاين، ادي اللاين بيديك اشكال اللاين اللي انت ممكن تستخدمها اهيت، وتقدر تتحكم في خصائصها عن طريق كليك يمين تختار الفورمات، ومن الفورمات تقدر حتى من سايز تعدل البوزيشن الخاص بيها اهو. نشوف كده مع حضراتكم واقول له اوكي. لاحظ انها بدات تعدل، ادي الفلو شارت وادي اللاين. او الاستعانه بالكول اوت، بالكول اوت لو انت عايز تكتب تعليق، والكلام ده هنستخدمه في اعداد المشروع النهائي. عايز تكتب تعليق وشخص بيتكلم او بتوجه رساله في صوره جميله عن طريق هذه الاشياء الجميله. اتمنى يكون هذه المحاضره السريعه ان احنا استفدنا بيها، ونعدكم بمحاضرات اخرى شيقه في الايام القادمه ان شاء الله. تقبلوا تحياتي، انا طارق النجار من قناه طارق النجار على يوتيوب www.youtube.com/mrtarikinnagar. اتمنى انكم تزورونا وتشرفونا وانتظرونا في باقي المحاضرات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على اشرف خلق الله نبي الهادي الامين محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان يوم الدين. يسر قناه طارق النجار على اليوتيوب ان تستكمل محاضراتكم سلسله شروحاتها المتميزه. اليوم بحمد الله انجزنا 6 محاضرات او دروس سابقه. الدرس الاول هو عمليه تحميل وتعريب وتفعيل برنامج كورسيلاب. كان الدرس الثاني عباره عن تعريب برنامج كورسيلاب، ومن الدرس الثالث الى الدرس السادس كنا بنشرح الكائنات وادراج النصوص والصور والتعامل مع برنامج بيئه برنامج كورسيلاب وكيفيه اضافه شرائح ومقررات تعليمية ووحدات تعليمية وشباتر. بينما كل المحاضرات التالية بداية من الدرس السابع اللي بنبدأ مع حضراتكم النهاردة هو التدريب على مهارة إعداد الأسئلة. هنبدأها بالجزء الأول. الجزء الأول هو إعداد أسئلة الصح والخطأ والاختيار المفرد. يبقى السؤال صح أو خطأ، يبقى ملوش وجه تاني، يا إما صح يا إما خطأ، أو أن يكون هناك سؤال اختيار ولكن هناك إجابة وحيدة فقط. ده الكلام ده من خلال برنامج كورسيلاب دائما وابدا. بنسعد بآرائكم واقتراحاتكم على قناتنا وقناتكم على يوتيوب قناة طارق النجار التابعة يوتيوب www.youtube.com/mrtarikinnagar أو المدونات والقنوات التي نشرف عليها. تعالوا بينا نستكمل مع بعض الجزء العملي. دي آخر حاجة كنا وقفنا فيها في المحاضرة السادسة. في المحاضرة السابعة بنتدرب على مهارة إعداد الأسئلة الصح والخطأ والاختيار المفرد. تعالوا بينا نتدرب على الأسئلة. عشان تتدرب على الأسئلة هتروح في منطقة المهام، منطقة التاسكس دهيت، وهتختار أوبجكت لايبراري اللي هي مكتبة الكائنات. ثم بعد ذلك هتذهب إلى الكويتشن الأسئلة، ومن الأسئلة هنختار سنجل تشويز اللي هو الاختيار المفرد. الاختيار المفرد بيتيح لك شيئين، إما صح وخطأ، سؤال صح وخطأ وبالتالي إما تختار صح أو تختار خطأ، أو إنه يكون في هناك أكثر من اختيار ولكن هناك إجابة وحيدة هي الصحيحة فقط. هنقوم بالضغط المزدوج أو الضغط والسحب ثم الإلقاء على منطقة العمل على هذا النحو. تظهر بهذه الطريقة، تقدر تعد أنت حجمها ومساحتها عن طريق إنك تقف على الهاندل كده وتبدأ تعدلها براحتك. ثم بعد ذلك هتضغط دبل كليك. لما تضغط دبل كليك هيبدأ تطلع لك البروبرتيز الخاصة بيها، أو إنك كنت تضغط كليك يمين ثم تختار بروبرتيز، هي نفس الطريقة. هنبدأ الأول في كتابة السؤال من الكويتشن. كويتشن تكست اللي هو نص السؤال. إحنا عايزين نعمل إيه، صح وخطأ؟ يبقى تدريبنا دلوقتي هذه الجزئية على الصح وعلى الخطأ. هنضغط على تي إي دهيت ثم نكتب عبارة صح وخطأ. هنقول له أن مثلا إحنا في مرحلة التدريب، مش متقيد أنا بالمادة العلمية ولكن
بنتدرب على الفكر وكيفية كتابة الأسئلة بأسلوب صحيح. بعد ذلك إن شاء الله في نهاية هذا الكورس سوف أعد اختبار شامل نقدر نستفاد منه. السؤال بيقول قارة، أو نخليها كده، هل قارة إفريقيا هي أكبر القارات في المساحة؟ ده السؤال أهو زي ما احنا شايفين. هل دي صح ولا غلط؟ أو العبارة صح أم خطأ؟ العبارة بتقول قارة إفريقيا هي أكبر القارات مساحة في المساحة. هاجي دلوقتي محددها بالطريقة دي كده ونعملها توسيط ونقوم بتحديدها، ثم نضغط على بولد، وممكن تغير اللون الخاص بيها، وتقدر تغير الحجم، وتقدر تغير نوع الخط والتنسيقات زي ما احنا عرفنا قبل كده. ثم اقول له اوكي، واقدر كمان ادرك صوره عن قاره افريقيا اسفلها، لكن اكتفي اقول له اوكي. يبقى هذا هو السؤال. طب نيجي بيها بالنسبه للاجابات في الفريانتس دهيت. هضغط دبل كليك هنا، هقول له العباره دهيت. نيجي في الفريانتس هقول له العباره دهيت عباره صحيحه. العباره صحيحه، العباره صحيحه. البعض ممكن يدرك رمز صح، بدل ما يكتب نص يكتب يقوم بادراك صوره، والصوره ديت بيكون فيها علامه صح. وبعدين اقول له اوكي، هل العباره صحيحه؟ وهنا بيقول لك اللي هي كوريكت انسر. يبقى اذا كان هذا النص صحيح بيتوافق مع اختار كده، معنى كده انه هيتعامل ان هذه العباره صحيحه لكن العباره خطا، فاقول له اوكي. ثم بعد ذلك اضيف سؤال اخر عن طريق الضغط على علامه زائد ديت لاضافه سؤال، بينما الناقص دي تستخدم لحذف، دي تستخدم لاضافه اجابه، وده لحذف اجابه، وده عمليه اعاده الترتيب، وهنا للخصائص. ثم اضغط ثاني على اضافه اجابه، اضافه اجابه، هقول له العباره خطا اهوت، اعمل توسيط واقول له العباره خاطئه، العباره خطا. وزي ما قلنا ممكن ندرج صوره. ثم بعد ذلك اقول له هي دي فعلا الاختيار الصح، اختار كوريكت انسر، واقول له اوكي. انا بس عايزها صح وغلط. لو انت عايز تبدل اللي هي الشافل فريانتس اون ديسبلاي، معناها ان مره هتظهر كلمه العباره الصحيحه كاختيار اول والعباره خطا كاختيار ثاني، ثم لما تعيد ثاني تكرر هذا السؤال يعكس يحط العباره الخاطئه في الاختيار الاول والعباره الصحيحه في الاختيار الثاني، يعني بيبدل، بيكون في راندمايزيشن، عباره عن عشوائيه في الاختيار وفي التعديل. ثم بعد ذلك بعد ما حددنا كتبنا السؤال وقلنا احنا متفقين انه صح وخطا، حددنا عباره صح وخطا اختيارين فقط، اجي بالنسبه لعمليه الليميتيشن اللي هي الحدود الخاصه بيه. هو عايزين كم محاوله من الليميتيشن دهيت، اقول كم محاوله، ادي له كم فرصه، هل هي فرصه واحده ولا اثنين ولا خمسه، انت اللي بتحدد. وممكن تحدد الوقت الخاص بالاجابه، والوقت الخاص بالاجابه سكند، يعني بالثواني، من ثانيه الى 59 ثانية. وممكن تتيح له انه يتجاوز هذا السؤال لينتقل الى السؤال التالي. هنخليها بس 5 ثواني وبلاش نحدد الوقت. طيب، ضمن الحاجات الجميله في اشياء هنسيبها للمرحله الاخيره من شرح هذا الكورس، اللي هي كيفيه تحديد الدرجات وظهور الرسائل. طب نيجي للفيدباك التغذيه العكسيه. التغذيه العكسيه هختار الجزئيه ديت، انه ايه؟ انه دلوقتي لو كانت الاجابه صحيحه بعد ما يعمل سبميت بالنسبه للاختيار تظهر هذه الرساله، يقول له احسنت مثلا، احسنت، اعملها توسيط ثم اكتب احسنت. يبقى دي تغذيه عكسيه. التغذيه العكسيه بتقول له انك انت لو جاوبت برافو عليك، ادي كده. طيب لو كانت الاجابه خاطئه يبقى في الانكوركت نضغط على التي دهيت ونبدا نعمل لها توسيط ونقول له اعد المحاوله او اعد مذاكرتك، اي تعبير، اعد المحاوله او الاجابه خاطئه، نقول له الاجابه خاطئه، الاجابه خاطئه على هذا النحو. تمام، يبقى دي اسمها التغذيه العكسيه. لو عايز يعرض الاجابه الصح اختار ديسبلاي رايت انسر، لكن انا هكتفي بالكوريكت انسر والانكوريكت انسر كجزئيتين في البدل. الديسبلاي دي بنغير لك طريقه العرض اهيت عشان نستخدم ابلاي. ممكن تبدا تغير اللي هو ادي الشكل بتاعها واقول له ابلاي، نشوف كده بيبدا يغير طريقه عرض، ادي الزراير وادي العبارات بالطريقه ديت، من السكين ادي الراوند، ممكن نقول نو بوردر واقول له ابلاي، يبقى البوردر يختفي بهذه الطريقه. ممكن اخليها بيزك واقول له ابلاي، واحنا نفضل انها تكون بيزك افضلهم. ممكن نغير الالوان عن طريق البيزك كلر، نختار ريد اهوت باللون الاحمر، ممكن تغير اللون لجرين باللون الاخضر وتختار ابلاي، وهكذا تقدر تغير.
في بعض الاشياء هنسيبها الى مرحله متقدمه، ثم بعد ذلك نضغط على اوكي. تعالوا بينا نضغط، يا اما تضغط شيفت اف 5 لعرض الشريحه، او اف 5 لعرض الوحده للمديول، او تذهب الى قائمه مديول وتختار فيو سلايد ونشوف مع بعض كده واحنا بنتعامل مع هذه الشريحه. لو قلت له دلوقتي العباره صح وبعدين اقول له سبميت انسر، قال لك الاجابه خطا، ياخد منك اربع محاولات. طب اقول له العباره خطا واضغط على سبميت انسر، يقول لي احسنت. ده الكلام ده بالنسبه للصح والخطا. طيب تعالوا بينا لو رحنا شريحه اخرى وبرده عن طريق سنجل تشويز، المره ديت هيكون في اختيار متعدد. يبقى دلوقتي كلامنا هيكون على الاختيار المتعدد، هيكون في اكتر من اجابه ولكن هناك اجابه وحيده هي اللي صح. تضغط كليك يمين وتختار بروبرتيز، اما تضغط دبل كليك ثم نكتب السؤال. السؤال بيقول ان ما هي الدولة، ما هي الدولة الفائزة، ما هي الدولة الفائزة بكأس العالم 2014، ما هي الدولة الفائزة بكأس العالم 2014. ثم بعد ذلك هنختار ادي اوكي، نكتب في الاجابات اللي هي الفاريانت دبل كليك. هكتب الدولة الاولانية الارجنتين، نكتب الدولة الاولانية الارجنتين، ادي الارجنتين، ادي على هذا النحو، واقول له اوكي ودي مش اجابه صحيحه، ثم اضغط اوكي، ثم بعد ذلك اضغط على اد واقول له نختار نكتب المانيا، ودي الاجابه الصحيحه، ادي المانيا، وبعدين اقول له اوكي، ثم هختار كوريكت انسر واقول له اوكي، ثم اضيف اجابه ثالثه اللي هي البرازيل، ونقوم بالتحديد في محرر النص ونكتب البرازيل، البرازيل على هذا النحو. ممكن يكون عندي اربع خمس اجابات ولكن تختار اجابه واحد بس كوريكت انسر، والا عند التصحيح هيعتبر كل الاجابات خطا. يبقى انا بحذر، هو بيتيح لك انك في انك سليم انك تكون فاهم نوعيه السؤال على اساس تقدر تتحكم في اسلوب الاجابه. السؤال هو اختيار متعدد، اختيار مفرد، هتختار اجابه واحده فقط. اذا ممكن انت تختار اجابتين او ثلاثه في عمليه التصميم، لما يجي يقوم بعمليه التصحيح هيقول لك كل الاجابات الخاصه بيك خطا. يبقى اذا الاجابه الوحيده هي المانيا، وبعدين تقوم بعمليه راندومايزيشن، عمليه اعاده الاجوبه، مره الارجنتين المانيا البرازيل، مره البرازيل المانيا الارجنتين، مره المانيا البرازيل الارجنتين، وهكذا عن طريق شاف الفاريانتس اون ديسبلاي، ثم اضغط على اوكي. طيب اضغط دبل كليك تاني واغير الخصائص، الليمتيشن عدد المحاولات، برضو ما ننساش ان عدد المحاولات معقوله، والفيدباك اقدر اغيرها اهوت، اختار ديسبلاي فيدباك، خليها كوركت اون كوركت، انت خلاص عرفت ازاي تعدلها. ثم بعد ذلك ندخل على عمليه التنفيذ عن طريق شيفت اف 5 او تختار من مديول اهوت. نبدا مع حضراتكم الاجابه، اخترنا البرازيل، بيقول لي سبميت انسر، قال لك الاجابه غير صحيحه. طب لو اخترنا المانيا وقلنا سبميت انسر، يقول لك الاجابه صحيحه. زي ما احنا شفنا مهاره جميله وسهله وسريعه وفاهمه وبتعدنا للمستقبل، وان شاء الله انتظرونا في شرح باقي كيفيه اعداد الاسئله داخل برنامج الكورس. لا سعدت بكم، انا طارق النجار من قناه طارق النجار التعليميه، اتمنى اكون وفقت في شرح الاسلوب او الطريقه الاولى لكيفيه اعداد الاسئله داخل برنامج كورس لاب. تقبلوا تحياتي ونتمنى انكم تشاركونا على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب www.youtube.com/mrtarqnagar او الاشتراك في مواقعنا ومنتدياتنا، والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على اشرف خلق الله نبي الهدى الامين محمد عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان يوم الدين. يسر قناة طارق النجار التعليمية أن تستكمل حضراتكم سلسلة الشروحات المتميزة. اليوم بنستكمل شروحات برنامج كورس لاب، بنتعلم مع بعض مهارة خاصة وهي مهارة إعداد أسئلة الاختيار المتعدد بواسطة هذا البرنامج، وده الجزء الثاني من مهارات إعدادات الأسئلة، والمحاضرة رقم 7. دائما وأبدا ما نسعد بآرائكم واقتراحاتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناة طارق النجار التعليمية على اليوتيوب www.youtube.com/mrtarqnagar أو المواقع والمنتديات التي نشرف عليها. تعالوا بينا ننتقل للجزء العملي. في المحاضرة السابقة المحاضرة رقم 7 تعلمنا مع بعض كيفية إعداد سؤال صح وخطأ أو الاختيار المتعدد. حاليا احنا قمنا بنستكمل ما سبق ان احنا شرحناه، هنختار مع بعض مالتيبل سيلكت عن طريق الضغط والسحب والإلقاء بهذه الطريقة، وهي كتابة سؤال اختيار متعدد، يعني السؤال هيكون فيه أكثر من إجابة بالنسبة له، نقوم بالتأشير أو باختيار هذه الإجابات. في طريقتين انك تقوم بكتابة السؤال والإجابات، انك تضغط كليك يمين وتختار بروبريتيز، أو انك تضغط دبل كليك. في دبل كليك في خانه كويتشن تكست هنبدا نكتب السؤال، هنكتب
السؤال اهو ونعمل التنسيقات الخاصه بيه، توسيط وبولد الى اخره. هنقول ما هي الدول العربيه التي تقع في قاره اسيا؟ ده السؤال اللي مع حضراتكم، هي الدول العربيه التي تقع في قاره اسيا. اوكي تمام، نيجي بقى بالنسبه للاجابه اللي هي الفريانت ديت، اضغط على الاولانيه دبل كليك وهنكتب مثلا الاردن، ادي الاردن، وبعدين اقول له اوكي دي اجابه صحيحه، يبقى اختار كوريكت انسر على اساس ان لازم اختارها. لو ما كانش اجابه صحيحه ما اختارش كوريكت انسر. ثم اضغط على ادي اضافه سؤال، ده حذف سؤال، دي عمليه تحريك الاسئله الى اعلى والاسفل، وهنا عرض الخصائص. اضغط على اد وهنكتب مع بعض مثلا المغرب، نكتب مع بعض المغرب، كتبنا المغرب ادي اوكي، الاجابه دي اجابه غير صحيحه، يبقى لا اقوم بالتاشيره على كوريكت انسر. نضغط على اد ونكتب دوله اخرى، وليكن نختار مع بعض سلطنه عمان او نختار البحرين، ثم اوكي، ثم اضغط على علامه الصح واقول له اوكي، اضيف دوله ثالثه عن طريق نفس الخطوات اهوت، بعمل التوسيط ونكتب ان هو المملكه العربيه السعوديه، ثم اضغط اوكي، ثم اختار كوريكت انسر، وبعدين اقول له اوكي، اضيف دوله كمان اللي هو جمهوريه مصر العربيه، او نكتب مصر هنا اهوت، ادي مصر او السودان او اي دوله، عارفين ان دي تقع في افريقيا وليس في اسيا، ما اختارش علامه الصح. نضيف كمان دوله اللي هي الامارات، نفس الطريقه كده، كرر اسئله عمليه بسيطه جدا، ادي الامارات، والاجابه ديت اجابه صحيحه، يبقى دي كوريكت اوكي. يبقى المفترض ان انا اختار الاردن دوله عربيه تقع في قاره اسيا، اختار البحرين، اختار المملكه العربيه السعوديه، اختار الامارات، واستبعد مصر والمغرب. لو عايز عمليه اللي يكون في راندمايزيشن بالنسبه لعرض الاجوبه، يعني مره يجيب لك الاردن المغرب البحرين، في لما انت تعيد نفس السؤال يقول لك البحرين المغرب الاردن وهكذا، هتختار شافل فرينت اون ديسبلاي. ده بالنسبه للسؤال والاجوبه. بالنسبه لعدد المحاولات اللي هي ليميتيشن، هتختار بدل نمبر اوف الاتمبتس هنخليها مثلا 5 محاولات مثلا. الحاجات الثانيه احنا ان شاء الله في المستوى المحترف اللي هنتناقش مع بعض فيه. نيجي بالنسبه للفئات التغذيه العكسيه، لو انت عايز تعرض الاجابه مباشره تختار ديسبلاي رايت انسر، لو انت عايز تعرض رساله لما بيجاوب وتقدم صمت يقول له اخطات او احسنت، هتختار ديسبلاي الفيدباك مسج، هنختار الكوريكت انسر، ثم في كوريكت بدل ما هي يقول لك كوريكت هنا هو هنقول له احسنت او صواب او صح او اي تعبير، تمام. وممكن تدرك صوره بدل النص، هنا هو نيجي بدل انكوريكت دهيت نخليها العباره او الاجابه خاطئه او الاختيار خطا، الاجابه خاطئه بالطريقه دي كده، وبعدين اقول له اوكي، ثم اقول اوكي. تعالوا بينا مع بعض نعرض الاسئله كده مع بعض عن طريق انك عايز تعرض الميديولز اللي هي الوحده اللي هي جزء من المقرر الكورس، ولا عايز تعرض السلايد الشريحه. لو عايز تعرض الشريحه شيفت واف 5 او من ميديولز تختار فيو سلايد، ونبدا مع بعض نشوف العمليه ديت اهيت. هتيجي قدامك بنفس الطريقه، هتختار مين؟ هنختار ادي البحرين، ادي الامارات، ادي السعوديه، ادي الاردن، واقول له سميت، قال لي احسن. طيب لو انت لغيت هذه الاختيارات واخترت حاجه ثانيه، نعيدها كده مع بعض ونكرر نفس المحاوله مع حضراتكم. لو احنا اخترنا مصر واخترنا المغرب واخترنا الاردن وقلنا سبميت، هيقول لك الاجابه خطا لانك لم توفق في عمليه الاختيار وفي عمليه التحديد. لو انت عايز تتحكم في خصائص ثانيه تضغط دبل كليك، ومن الدبل كليك او انك تضغط كليك يمين، ومن كليك يمين نبدا نغير بعض الخصائص عن طريق فورمات اوبجكت. من فورمات اوبجكت تقدر تغير التعبئه، تقدر تغير الترانسبيرنس الشفافيه، تقدر الحدود والاسهم والحجم الخاص بيه والبوزيشن المكان والوضعيه وعمليات الدوران وتحميل صوت الاخر، ده كل ده متاح بالنسبه لنا بسهوله ويصرف التعامل مع هذا البرنامج، او انك تذهب دبل كليك عن تبويب ديسبلاي نختار من هوت بدل ما هي السكين نخليها رواندد كده ونقول له ابلاي، هيتغير الشكل، هيبقى في احاطه بالشكل ده، او انك تختار نو بوردر وتقول له ابلاي، او انك تختار البيزك اللي هي الرئيس وتقول له ابلاي، او انك تغير الخلفيه اللي هي البيزك كلر، تختار اي لون وتجرب ابلاي ثم تقول له اوكي. فكده تقدر تغير خلفيه الالوان وتقدر تغير طريقه العرض
بالإضافة لحسن الاختيار. أنا سعدت بكم في هذه الجزئية، وانتظروني في كيفية إعداد باقي الأسئلة إن شاء الله. أتمنى أكون وفقت في عرض كيفية إعداد السؤال اللي هو الاختيار المتعدد في برنامج كورس لاب. سعدت بكم، أنا طارق النجار من قناة طارق النجار التعليمية. متنسوش إنكم تزورونا ونعمل شير ونعمل لايك بالنسبة لهذه القناة، ودائما بنسعد بآرائكم وتعليقاتكم على قناتنا وقناتكم www.youtube.com/mrtarinagar. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهدى الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. سر قناة طارق النجار على يوتيوب أن تستكملوا حضرتك الشروحات المتميزة. اليوم هنتعلم مع بعض مهارة خاصة، وهي الجزء الثالث من إعداد الأسئلة في برنامج كورس لاب، وهي كيفية إعداد أسئلة إعادة الترتيب بواسطة هذا البرنامج المميز. ودي المحاضرة رقم 9 في شرحنا لهذا البرنامج. دائما وابدا بنسعد بارائكم واقتراحاتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناه طارق النجار التعليميه على اليوتيوب، وبنسعد بارائكم في جميع مدوناتنا ومواقعنا التي نشرف عليها. تعالوا ننتقل للجزء العملي. بنستكمل مع حضراتكم ما بدانا في المحاضره السابقه. تعلمنا مع بعض كيفيه اعداد اسئله الاختيار المتعدد اللي بيكون فيه اكثر من اجابه. في هذه المحاضره، المحاضره رقم 9، هنتعلم مع بعض عمليه الترتيب. يعني عندنا مجموعة من العناصر وعايزين نعيد ترتيبها بحيث ان يكون في عنصر له الأولوية يبقى رقم 1، وعنصر رقم 2، وعنصر رقم 3 وهكذا. هنضغط من اللي هي منطقة المهام وهنختار اوبجكت لايبراري، ومن اوبجكت لايبراري هنختار كوتشر، ومن كوتشر هنختار اوردرينج، ثم نضغط ونسحب نعمل دراج اند دروب في مساحة العمل على هذا النحو، ثم نقوم بالتحريك لضبط الخصائص. لكتابة السؤال نضغط كليك يمين ونختار بروبرتيز او الضغط دبل كليك. السؤال اللي هو الكوتشن تكست، السؤال هو عايزين نرتب مثلا الخلفاء الراشدين، نرتب الخلفاء الراشدين يبقى دلوقتي بحيث نشوف مين الخليفة الاول، مين الخليفة الثاني، مين الخليفة الثالث، مين الخليفة الرابع وهكذا. يبقى السؤال قم بترتيب اسماء الخلفاء الراشدين. عايزين نقوم بترتيب اسماء الخلفاء الراشدين. ادي السؤال، وبعدين اقول له اوكي. الاجابه الخاصه بينا لازم في وانت بتقوم باعداد الاجابه انه يكون فعلا تم ترتيبهم، وهو هيعمل عمليه اعاده ترتيب بحيث لو كانت الاجابه صحيحه 1 2 3 4 لما يجي يعرضها في الاسئله هيعرض 4 2 3 1 وفي كل مره تتغير. يبقى في خانه الفريانتس ده هنضغط دبل كليك او نضغط على اد، وهنكتب دلوقتي الاجابه الصحيحه، وهو هيدينا الاجابات هتكون بطريقه مختلفه. هنكتب دلوقتي اللي هو ابو بكر الصديق، ادي 1، واقول له اوكي، وبعدين اضغط على اد، وهنبدا نختار كده مع بعض. اهو عمر بن الخطاب، وبعدين اقول له اوكي، ثم هنضغط على اد عثمان بن عفان. كلك سيدنا، سواء ابو بكر او عمر او عثمان او علي، كلك السيدنا صحابي جليل. يبقى دلوقتي عثمان بن عفان افضل نورين. اضغط على اوكي، ثم اضغط على الزائد دهية الثاني، واكتب الخليفه الرابع سيدنا علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب. يبقى بنكتب دلوقتي الاجابات صحيحه، ثم بعد ذلك اقول له اضغط على الليميتيشن تحديد عدد المحاولات زي ما خدنا في المحاضرات السابقه، اخليها مثلا 5. الفيدباك نضغط على الديسبلاي فيدباك، نقول دلوقتي احسنت او اجابه صحيحه، او ممكن تحط اي رمز انت عايزه بيشير الى التوفيق. احسنت، يبقى لازم يعيد الترتيب صح كله. وهنا اهوت اقول له اعد المحاوله اوكي، ثم اضغط على اوكي. كان ممكن اغير الخلفيه عن طريق الديسبلاي، ومن الديسبلاي اغير الالوان واغير طريقه العرض، ثم اضغط ابلاي مثلا اوكي، طريقه العرض كده اختلفت. ثم تعالوا بينا ننفذ، اختار من مديول فيو سلايد لان انا عايز انفذها على الشريحه اللي انا اشتغلت عليها او شفت في 5، ونشوف كده مع حضراتكم هتيجي بالطريقه دي كده غير مرتبه. ابو بكر الاول فعلا، عمر بن الخطاب هتضغط على العلامه ده هي بحيث انه يطلع فوق، عثمان تضغط عليه بحيث انه يطلع فوق، بقوا الاربعه كده الترتيب صح. اضغط على سميت انسر اجابه صحيحه،
لو عملنا ادي اغلاق ورجعنا تاني قعدنا المحاولة على هذه الطريقة، بس هذه المرة هتبقى الاجابات خطأ، يبقى ابو بكر وعمر ونخلي علي واخر واحد عمر بن الخطاب ونضغط على سميت انصر، قال لك اعد المحاولة، وكده نجحنا في اعداد هذا السؤال اللي هو سؤال اعادة الترتيب. وزي ما احنا شفنا الخطوات كلها سهلة، و دائما وابدا بنصعد بارائكم وتعليقاتكم، وانتظرونا في باقي شروحات برنامج كورس لاب، هذا البرنامج المتميز على قناتنا على اليوتيوب، قناه طارق النجار التعليميه على www.youtube.com/master-tarek-nagar. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على اشرف خلق الله نبي الهادي الامين محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. بصور قناه طارق النجار التعليميه على اليوتيوب ان تستكمل محاضراتكم سلسله شروحاتها المتميزه. اليوم بنشرح مع حضراتكم الدرس العاشر من برنامج كورس لاب، وهذا الفيديو مخصص للتدريب على كيفية كتابة أسئلة التوصيل، يعني بمعنى أن وصل بما يناسب من ألف ما يناسبه من باء، وده كان عليه طلب ونقدمه لحضراتكم اليوم. دائما وابدا بنسعد بارائكم واقتراحاتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناة طارق النجار التعليمية على اليوتيوب www.youtube.com/mr-tarek-nagar أو المواقع المتداخلة التي نشرف عليها. أحب أنوه إلى نقطة مهمة جدا، إن أسفل هذا الفيديو سوف تجدون جميع الفيديوهات الخاصة بشرح هذا البرنامج، من أول فيديو الخاص بتحميل وتسطيب وتفعيل برنامج مدى الحياة، ثم تعريب هذا البرنامج، ثم عدد أربع محاضرات لشرح بيئة هذا البرنامج، ثم عدد أربع محاضرات أو خمس محاضرات ل كيفيه وضع واعداد الاسئله التقويم والاختبارات لهذا البرنامج المميز. تعالوا بننتقل للجزء العملي. بنستكمل مع حضراتكم ما بداناه في الدرس التاسع، والدرس التاسع كان عباره عن ترتيب الـ 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 الاسئله، كان خاص بعمليه الاوردر، عمليه اعاده الترتيب باسلوب صحيح. اما الان فدرسنا او في هذا الفيديو مخصص لعمليه التوصيل من الف ما يناسبه من باء. هل يقف على اي شريحه؟ المراد ادراج او اضافه سؤال عليها، ثم نذهب الى منطقه المهام التاسك، ثم هنختار اوبجكت لايبراري، ومن اوبجكت لايبراري هنختار كويتشن، ومن كويتشن هنبدا اخر حاجه اللي اسمها الماتشنج بيرز ديت، نضغط عليها ونسحب ماتشنج بيرز اللي هي عمليه التوصيل، ونقوم بعمليه الضبط الخاص بيها، ثم نكتب مع بعض الاسئله والاجابه الخاصه بيها عن طريق الدبل كليك، او عن طريق ان اضغط كليك يمين واختار بروبرتيز الاثنين صح، هضغط دبل كليك. هنبدا دلوقتي، ادي نص السؤال، نص السؤال هختار ديسبلاي كويتشن تكست. ايه هو السؤال؟ هنقول اختار او صل، هنخليها كده نقول له ايه، صل من الفقره الف ما يناسبها من الفقرة باء. نتأكد ان احنا كتبنا العبارة صحيحة، ثم نقوم بعملية الضبط وعملية التوسيط وبولد وتغير اللون وحجمه الى اخره، لك مطلق الحرية في ذلك، واقول له اوكي. تعالوا بقى نكتب مع بعض اللي حاجتين مع بعض، تكتب البيز تكست والماتش تكست. اضغط دبل كليك البيز تكست، وده اهوت، هنقول له خامس الخلفاء الراشدين، ادي خامس، اسف، رابع الخلفاء الراشدين، رابع الخلفاء الراشدين، ونعمل توسيط، ادي رابع الخلفاء، واقول له اوكي. ده بالنسبه للبير بيز. طيب الماتش بتاعنا اللي هتوصلوا بيه اللي هي الاجابه، اللي هي لازم تكون اجابه صحيحه يا شباب، اللي هو هنقول علي بن ابي طالب، سيدنا بالتاكيد، سيدنا علي ابن ابي طالب، سيدنا علي بن ابي طالب، اوكي. ثم اقول له اوكي، يبقى ده اول فقره في عمليه التوصيل. ثم بعد ذلك نضغط على الاد اللي هي الزائد، لو عايزين نحذف نضغط على الناقص، لو عايزين نعيد الترتيب نضغط على الاعلى، ينقل عمليه التوصيل خطوه الاعلى او الاسفل الى اخره، هضغط على علامه زائد، وهنتكلم نهوت، عايزين نضيف، هنقول اللي هي اهوت، ادي هنقوله ثالث او خامس الخلفاء
الراشدين، لازم عندك كتابة أسئلة التفصيل بالذات يكون في إجابة قريبة بحيث إن يحصل لبسة عند بعض الدارسين، ما تجيبش الأسئلة مباشرة. أدي أول واحدة، ثم نهوت خمس الخلفاء الراشدين، و اللي هو سيدنا عمر ابن عبد العزيز، وبعدين ادي اوكي ثم اوكي. نبدا نضيف سؤال اخر، السؤال هو هنضيف كده مع حضراتكم سؤال اخر، السؤال ده خاص ب دولة تقع في قارة اسيا، ادي دولة تقع في قارة اسيا، اسم الدولة ايه؟ هل وليكن هذه الدولة هي منغوليا؟ منغوليا، ولازم تاخد بالك لازم هنا تكون الاجابات صحيحه، وبعدين هو البرنامج هيقوم باعاده ترتيبها، وبعدين اقول له اوكي. نضيف كمان هنا اهوت، نقول دوله تقع في قاره افريقيا اللي هي مثلا بتسوانا، دوله تقع في قاره افريقيا، ولازم اكون انا مجهز الاسئله والاجوبه على اساس ان ما حصلش اي خطا ومتاكد منها. نكتب هنا اهوت بوتسوانا، خلصنا من عمليات التوصيل اهوت، وديت الاجابات الصحيحه المفترض ان علي بن ابي طالب هو رابع الخلفاء الراشدين، عمر بن العزيز هو خامس الخلفاء الراشدين، منغوليا دوله تقع في قاره اسيا، بوتسوانا دوله تقع في قاره افريقيا، ومتاكد من هذه البيانات. بعد ذلك احدد الليميتيشن، من الليميتيشن اخليها مثلا خمس محاولات او ثلاث محاولات او اربع محاولات زي ما انا عايز، ثم الفيدباك لو اخترت ديسبلاي رايت هيعرض لك الاجابه الصحيحه مباشره. طب وانا بختبرك ليه؟ يبقى انا هختار ديسبلاي فيدباك مسج، هنا اهوت اضغط واقول له احسنت، هنا اهوت نقول له احسنت اهوت. كان ممكن تدرج صوره معبره عن ذلك او صوت زي ما انت عايز، وهنا اهوت نقول له اعد المحاوله او اجابه خاطئه على هذا النحو، اجابه خاطئه اوكي. حددنا احنا كده كل المعالم دول اهم الاشياء الموجوده، ثم اضغط على اوكي. بعد ذلك لو عايز اغير التنسيق الخاص بها اضغط دبل كليك، ثم اذهب الى ديسبلاي، ومن ديسبلاي اغير عمليه العرض، اخلي مثلا راوند كده نشوف كده اهوت، انا حركها كده واقول له ابلاي عشان نشوف الفرق. نلاحظ ان في اطار محفوف اهوت حوالين اللي هو البوردر الخارجي بالنسبه للاسئله، نغير الالوان نخليها كده مثلا، خليها ابلاي على هذه الطريقه، ثم اضغط اوكي. ثم بعد ذلك لو انت عايز تعرض المديول اف 5، لو عايز تعرض الشريحه شيفت اف 5، او انك تذهب الى مديولز وهنختار مثلا اللي هي فيو سلايد على هذا النحو، وننتظر يتم تحميل الاسئله، وبعدين اقوم بعمليات الضغط. يبقى علي بن ابي طالب هو رابع الخلفاء الراشدين، عمر بن العزيز هو خامس الخلفاء، بوتسوانا ومنغوليا، هنا عمل بقى الايه؟ عمل عمليه التعديل، اجي ضاغط منغوليا تقع في قاره اسيا بينما اللي هي بوتسوانا تقع في قاره افريقيا، واقول له سبميت، يقول لي احسنت. الفكره بسيطه وسهله، واتمنى ان الزملاء كلك يتدربوا عليها ويستفادوا منها، وانتظرونا في فيديوهات اخرى لشرح كيفيه تكوين هذه الاسئله، وهنختتمها بعمليه البابلش او عمليه النشر الاستفاده من هذا البرنامج المتميز. سعيد بكم، انا طارق نجار من قناه طارق نجار التعليمات، اتمنى اكون وفقت في شرح هذه المهاره الخاصه، وهي مهاره الماتشنج اللي هي التوصيل، توصيل من الف ما يناسبه من باء. دائما وابدا بنسعد باراكم واقتراحاتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناه طارق نجار التعليميه على اليوتيوب www.youtube.com/mrtariqnagar. وما تنسوش ان اسفل هذا الفيديو سوف تجدون باذن الله جميع الفيديوهات الخاصه بشرح هذا البرنامج المميز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على اشرف خلق الله النبي الهادي الامين محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان يوم الدين. نشكركم على قناتنا الاكاديمية على اليوتيوب، نستقبل مع حضراتكم سلسلة شروحات متميزة. اليوم بنستكمل مع بعض شروحات البرنامج المميز كورس لاب الخاص باعداد وبناء محتوى تعليمي الكتروني. بنتعلم مع بعض في الدرس ال 11 هذه المهارة، وهي مهارة اعداد الاسئلة، أسئلة الإكمال. سبق أن احنا شرحنا سلسلة من الدروس المميزة، بدأنا بتحميل وتثبيت وتفعيل برنامج مدى الحياة، ثم تطرقنا إلى جزئية تعريب هذا البرنامج، ثم تناقشنا مع بعض في أربع فيديوهات متخصصة فيها كيفية إعداد المقررات الإلكترونية،
ثم بعد ذلك بداية من المحاضرة السابعة تحدثنا عن كيفية إعداد الأسئلة، فبدأنا بإعداد الأسئلة الصح والخطأ أو الاختيار الوحيد أو المفرد، ثم في الحلقة الثامنة أسئلة الاختيار المتعدد، ثم في التاسعة التوصيل الترتيب، ثم في العاشرة التوصيل، في محاضرة اليوم وهي المحاضرة رقم 11 أسئلة الإكمال، ثم هتكون آخر محاضرة لنا أو آخر درس لنا هو الدرس رقم 12 وهو خاص بنشر المقررات الإلكترونية. دائما وأبدا بنسعد بآرائكم واقتراحاتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناة طارق نجار التعليم على اليوتيوب www.youtube.com/mrtarangnagar أو المواقع والمدونات التي نشرف عليها. أسفل هذا الفيديو إن شاء الله سوف تجدون جميع الروابط بعد إعدادها ونشرها. تعالوا بينا نتقل للجزء العملي. في الدرس السابق وقفنا على جزئية التوصيل وضربنا على هذه المهارة. في درس اليوم بنتكلم مع بعض أو بنتناقش مع ده الإكمال، والإكمال في هذا البرنامج المميز في طريقتين. هل الإكمال الذي تريده هو إكمال رقمي بمعنى أنك يجب أنك تدخل رقم في الإكمال، أم إكمال نصي أنك يجب أن تدخل نص؟ كل اللي عليك أنك تذهب بعد ذلك إلى منطقة المهام. منطقة المهام هنختار Object Library، ومن Object Library هنختار كويتشن. بعد ما نختار كويتشن الاكمال عندي حاجتين، هذا هو الاكمال اللي هو النمرك في الان بلانك، هذا هو اكمال رقمي، والاخر هو اكمال نصي تكست في الان بلانك كويتشن. تعالوا بينا نحدد احد الشرائح. هنبدا في الاكمال الرقمي، هتضغط وتسحب الى منطقه العمل، تعمل دراج اند دروب وتنتظر، ثم تقوم بالضبط كده في منتصف السلايد او الشريحه، ثم لضبط الخصائص قدامك يا اما ضغط المزدوج دبل كليك يا اما كليك يمين ونختار بروبرتيز خصائص. بعد ذلك بتكتب السؤال، احنا في سؤال اكمال رقمي يبقى هساله مثلا سؤال اهو، تعمل التنسيقات بين محرر التنسيقات والتوصيل. هقول له مثلا احنا ما هو الجذر، ما هو الجذر التربيعي لرقم 9؟ هذا هو السؤال. ده السؤال اللي احنا بنوجهه الى الطالب او الدارس على اساس انه هجبره انه يدخل او يكتب رقم، اقول له اوكي. ثم بعد ذلك ناتي الى الاجابات اهيت، هتضغط على علامه زائد او تضغط دبل كليك في هذه المنطقه. هنا هو في نص توضيحي مثلا بقول له الجذر التربيعي لـ9 هو، وهنا هو بنكتب الحل. يبقى في المنطقه ديت اكسبليشن تو فيل، هنقول له الجذر التربيعي ادي تبسيطه اهوت، واقول له الجذر التربيعي، الجذر ادي الجذر التربيعي لرقم 9، وبعدين اقول له اوكي. ثم نكتب الاجابه، اذا كانت اجابه وحيده او اكثر تضغط على علامه زائد، وبعدين هتختار هنا الكونديشن الشرط بتاعك، هقول له هو اكزاكتلي ايكوال، يعني يجب ان يكون بيساوي، يجب ان يكون بيساوي. ده هنا بتبدا نو ايكوال لا يساوي، جريتر زر اكبر من او اكبر من ويساوي، في اكتر من تعبير انت بتختار التعبير الرياضي المناسب. هنختار اكزاكتلي ايكوال والفاليو اللي هي 3، يبقى يجب انه يدخل في الاجابه 3، ثم اقول له اوكي، ثم اضغط على اوكي، ثم بعد ذلك احدد الليميتيشن اللي هي عدد المحاولات وليكن مثلا 8، ثم احدد الفيدباك اللي هي التغذيه العكسيه لو انت عايز تظهر الاجابه مباشره او عايز انه بعد ما ينجز الاجابه تظهر علامة الصح يقول له أحسنت أو أعد المحاولة. أنا هسيبها زي ما هي كوركت وإن كوركت، ثم أضغط على أوكي. تعالوا بينا نبدأ ننفذ. قلنا قدامك يا إما تضغط شيفت وإف 5 يا إما تذهب لميديولز وتختار فيو سلايد، ده العرض الشريح، بينما العرض الميديول اللي هو الوحدة التعليمية، إما تضغط إف 5 أو من ميديول تختار فيو ميديول أو من شريط الأدوات. تعالوا بينا نعيش مع بعض هذه التجربة السريعة. هنا هوت خلاص هتبدا بقى الجذر التربيعي زي ما احنا شفنا، لازم انك تدخل رقم. لو جيت لو انا حبيت ادخل نص رفض وقال لي بليز انتر اونلي نمبر اند ساين، يبقى لازم ادخل ايه؟ ادخل رقم، ادي 3، وبعدين اقول له سميت انسر بيقول لي احسن. ده بالنسبه لسؤال الاكمال اللي هو الاكمال الرقمي. طب بالنسبه لسؤال الاكمال النصي، كل عليك تقف على شريحه ثانيه، وبعدين هنختار اللي هي تكست في الان بلانك كويتشن، وتضغط وتسحب الى منطقه العمل، وهنكرر نفس الطريقه بس المره ديت هيكون عباره عن اكمال نصي. نص اضغط دبل كليك، ومن دبل كليك ابدا اكتب السؤال،
ادي السؤال واعمل توسيط مثلا، ما هي عاصمة مصر؟ ما هي عاصمة مصر؟ ده السؤال، ثم بعد ذلك اتطرق الى نقطة الاجابة الفريانت، اضغط على علامة زائد او دبل كليك نهوت، حاجز حاجة توضيحية، يبقى هختار من اكتب نهوت، اقول له عاصمة مصر هي عاصمة، وممكن تسيبها زي ما هي عاصمة مصر هي، وبعدين اقول له اوكي. ناتي بعد ذلك الى الاجابه، تضغط على علامه زائد، من علامه زائد دهيت هتقول له بالظبط اكزاكتلي يعني هي بتساوي، وتكتب القيمه القاهره على هذا النحو. وبعدين لو باللغه الانجليزيه انا افضل انك تختار كيس سنستف ديت، لو عشان تكون في حساسيه بالنسبه لكتابه الاسم الكابيتال والسمول ورايها، او تتركها زي ما هي بحيث سواء كتب كابيتال او سمول بالنسبه للغه الانجليزيه لا تعنينا شيء، اهم حاجه ان تكون الحروف واحده والاجابه تكون صحيح. ثم اضغط على اوكي، ثم اوكي، ثم بعد ذلك احدد عدد المحاولات اللي هي الليميتيشن، واحدد التغذيه العكسيه، والكلام ده شرحناه قبل ذلك، ثم اوكي. بعد ذلك تعالوا بينا ننفذ عن طريق شيفت خمسه او من فيو سلايد، هيبدا يظهر السؤال على هذا النحو، بكتب الاجابه الصحيحه وناخد بالنا هل احنا كاتبينها بالتاء مربوطه او بالهاء، وبعدين اقول له كده، بيقول لي احسنت، لو اتكتبت بالهاء تبقى الاجابه خطا. ده عمليه الاكمال زي ما احنا شفنا في هذا البرنامج المميز كورس لاب، طريقه سهله بسيطه جدا، وبمهاره خاصه يجب ان احنا نتدرب عليها، بحيث ان يكون مجمل جميع المهارات هو كيفيه اعداد مقرر تعليمي او بناء تعليمي الكتروني بمهاره بناء مميز يلقى قبول ويحقق نجاحات، وفي نفس الوقت اعداد الاسئله التقويميه واسئله الاختبار. سعدت بكم، انا طارق النجار من قناه طارق النجار التعليميه، اتمنى اكون وفقت في شرح هذا الجزء، وجزء الاكمال من برنامج كورس لاب لاعداد الاسئله بطريقه احترافيه. اسفل هذا الفيديو نؤكد سوف تجدون ان شاء الله كل الروابط الخاصه بالتحميل والتعريب والشروحات المختلفه، نتمنى ان تشاركونا نجاحاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على اشرف خلق الله نبي الهدى الامين محمد عبد الله وعلى اله واصحابه من تبعه باحسان يوم الدين. بصوركم الطاقه قررت ان تمسكوا مع حضراتكم سلسله متميزه. اليوم بننتهي من شرح المستوى الاول، مستوى المبتدئين، وده الدرس رقم 12 في تعلم مهاره نشر ملفات برنامج كورس لاب الذي ياخذ امتداد دبليو سي ال. اذا مهاره اليوم هي مهاره نشر الملفات، انك بعد ما بتقوم باعداد المقرر او البناء التعليمي الالكتروني او اعداد الاسئله والاختبارات، مطلوب منك انك تقوم بنشرها لكي يتم الاستفاده منها. ده ملخص محاضره اليوم. دائما وابدا بنسعد بارائكم واقتراحاتكم على قناتنا وقناتكم على يوتيوب، قناه طارق النجار التعليميه على اليوتيوب www.youtube.com/mrtarqnagar، او المواقع والمنتديات التي نشرف عليها. تعالوا بينا ننتقل للجزء العملي. في الدرس السابق تعلمنا في الدرس رقم 11 كيفية كتابة أسئلة الإكمال اللي هي الفيل إن، سواء كان الإكمال عبارة عن نص أو رقم، وقلنا يتميز هذا البرنامج بهذه الخاصية بالإضافة إلى المحاضرات السابقة. بعد انتهائك من إنشاء البناء أو المحتوى أو المقرر التعليمي أو الأسئلة، مطلوب منك أن تقوم بعملية نشر. في الحقيقة النسخة اللي احنا بنتعامل معاها هي نسخة ليست نسخة متكاملة، لأن النسخة المتكاملة فيها ازاي تحوله إلى برنامج اي اكس اي للاستفادة منه، ولكن هذه النسخة زي ما احنا عرفنا هي نسخة للتدريب، وهذه الإصدار إصدارة مجانية. إذا الأفضل لك إنك تشتري الإصدارة اللي هي الكوميرشال التجارية، اللي من خلالها هتحتوي على إمكانيات عالية جدا في عملية النشر، من ضمنها الملفات بتكون اي اكس اي. ثم بعد ذلك هتتجه إلى قائمة ملف فايل، ومن قائمة ملف فايل هنبدأ نختار بابلش كورس، عملية نشر هذا الكورس. هيظهر قدامي هذا المعالج، اضغط على نيكست، ومن نيكست هناك العديد من الطرق، اما النشر على سي دي، ران فروم سي دي، بحيث انك تقوم بحرقها على اسطوانة وتشتغل من خلال هذه الاسطوانة، او انك تشتغل تحت بيئة سكورم سواء واحد واثنين، وال ام اس تشيل الى ليرنينج مانجمنت سيستم، اللي هي نظم نظم ادارة التعلم، سواء كان سكور 1 و2 او سكور 2004، او من خلال معيار الاي سي سي، او انك تقوم برفعها على الموقع الرسمي لكورس لاب
لتشغيلها والتعامل من خلالها. طيب البعض هيسألني سؤال جميل جدا، ايه هو المقصود بسكارم؟ في الحقيقة ان سكارم ديت اللي هي معايير التعلم الالكتروني، ودي بتشير او ترجمة حرفية لجملة شيريبل كونتنت اوبجكت ريفرنت موديل، الاس اللي هي شيريبل والسي كونتنت والاوبجكت الاو والريفرنت الار والموديل الام، ودي بتعني النموذج المرجعي لمكونات المحتوى التشاركي، وده عبارة عن ثلاث مجموعات من المعايير او المقاييس او المواصفات التراكمية. المجموعات دي عبارة عن النموذج الاول، اول جزئية هي نموذج تجميع المحتوى الرقمي اللي هي الكونتنت اجريجيشن موديل، المجموعة الثانية اللي هي البيئة المثالية ران تايم انفايرمنت، المجموعة الثالثة اللي هي التتابع والتقصي اللي هي سيكونسنج اند نافيجيشن. وتتكون المحتوى او البناء الرقمي التعليمي حسب معايير سكورم الى مجموعه من الاجزاء، اللي هي هذه الاجزاء تتكامل فيما بينها زي النصوص المكتوبه، الرسومات التوضيحيه والصور الفوتوغرافيه والتسجيلات الصوتيه والمؤثرات الصوتيه، الفيديو والرسومات المتحركه والخرائط التوضيحيه. طيب عايز دلوقتي استفاد من هذا البرنامج، عندنا اكتر من طريقه زي ما قلنا، هنختار الطريقه الاولانيه على سبيل التجربه اللي هي التشغيل من خلال سي دي اللي هي ران فروم سي دي، ثم اضغط على نيكست مكان الاخراج، بحدد مكان الاخراج لان انا بضغط على لوكيشن واضغط على براوز الثلاث نقط اهوت على ديسك توب، او انك تنشئ مجلد جديد عن طريق ميك نيو فولدر ثم تضغط على اوكي ثم بعد ذلك تضغط على نيكست. هنبدا دلوقتي في عمليه الاعلان او النشر، بيتحقق منها ثم اضغط على نيكست وانتظر الى ان يتم التحضير لعمليه النشر. هننتظر ثواني مع حضراتكم. زي ما احنا عارفين ان هذا البناء او المحتوى مكون من اثنين، مقرر اسمه الموديل الاولاني اسمه البيئه الحضريه، والموديل الثاني اسمه البيئه الصحراويه. كده احنا خلصنا عملية النشر بنجاح، ثم بعد ذلك اضغط على فينيش. في بعض الاحيان في الحقيقة عند الاعداد للنشر لاول مرة هيطلب منك انك تقوم بعملية الريفرنس، عملية كتابة الايدنتيفاير والديسكريبشن بالنسبة لكل مديوم، لنستشهد الجزئية دي الايدنتيفاير والديسكريبشن، وبعد الانتهاء هيقوم بعملية النشر. لما يقوم بالنشر بيظهر على هذه الجزئية، لذلك يفضل انك تنشئ مجلد، وفي هذا المجلد يتم وضع هذه المحتويات. انا بعد ما نشرت اهوت هقوم بانشاء المجلد وكتابة اسم لهذا المجلد. ادي المحتويات اهيت اللي هي المجموعة دي، ادي ثلاث مجلدات وملفين لانه بيكون بلغة الـ XML. اقوم بعملية الضغط والسحب على هذا النحو ثم اقوم بسحب هذه الملفات. كان ممكن تغنيني هذه الخطوه انك تقوم بانشاء المجلد من البدايه ووضع ملفات النشر داخله على هذا النحو. اتمنى اكون وفقت في شرح هذه المهاره الخاصه، وانتظرونا في شرح محتوى في شرح مستوى المحترفين اللي هنقدر نتميز بيه، وهنحاول ان شاء الله ان احنا نفعل لكم هذه النسخه بحيث انها تكون نسخه تجاريه للاستفاده من كني. سعدت بكم، انا طاهر النجار من قناه طاهر النجار التعليميه، اتمنى اكون وفقت في شرح المستوى الاول المكون من 12 درس متخصص في شرح برنامج كورس لاب لاول مره في جميع المواقع العربيه، وانتظرونا في شرح مستوى المحترفين ان شاء الله. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.